السلام عليكم. عليكم السلام. أي خدمة؟ النبي يا باشا، كنت عايزة أقابل رئيس المباحث. رئيس المباحث؟ مرة واحدة كده؟ معلش يا باشا، أصل أنا كنت مقدمة بلاغ من 3 أيام كده، ولحد دلوقتي محدش رد عليا ولا قال لي أي حاجة. يبقى بلاغك لسه متحركش وتحول للنيابة. متحركش إزاي يا باشا؟ دول مسكوا العيال في نفس اليوم اللي أنا بلغت فيه. خلاص، يبقى العيال عندنا في الحجز لحد ما يتحقق معاهم. طب يعني أنا ما ينفعش أقابل رئيس المباحث بس أفهم منه؟ رئيس المباحث في أجازة. ولا أي حد تاني، إلهي يسترك. أنت اسمك إيه؟ رباب يا باشا. أنت من المنطقة هنا رباب؟ آه يا باشا. كويس، عدي عليها بكرة بالليل وأنا هكون شفتلك إيه الحكاية. بجد يا باشا؟ آه طبعاً بجد. بالليل إمتى يعني كده يا باشا؟ يعني خليها كده على 10:30 11. 11؟ يا دوب. خلاص يا باشا. انتي معاكي موبايل يا رباب؟ اه يا باشا. كويس قوي، انا هديكي رقمي وقبل ما تيجي كلميني على طول. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يسترها معاك ويكرمك يا باشا. قول يا باشا. عمر؟ عمر؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. خالد تعالى فوق. عمر، الحمد لله على السلامة يا بطل. عمر، تحب أعدلك الظهر شوية؟ فريدة. نعم. أنا عايز منك حاجة. قول يا حبيبي. إيه؟ هتروح الاسم تسأل على عبد الله. تمام. تاخدي منه عنوان سلمى. تقدرات الله يرحمه. الله يرحمه. احنا هناك عندها وكلميني من هناك. ماشي حاضر، ما تقلقش. حالا يلا. ماشي حبيبي، ما تقلقش. يلا. اروح معاها يا عمر. روح معاها، بسمها شيخ. يلا يا حبيبي، يلا خلي بالك من نفسك. ليلى رنا. صوت القرآن. صباح الخير. صباح النور. هي دي شقة المرحوم، المرحوم راضي؟ اه الله يرحمه. وانتي سلمى؟ لا انا هي اللي صاحبتها. انا فريدة خطيبة عمر صاحبه في الشغل، وده خالد اخوه الصغير. اهلا وسهلا، اتفضلي. دلوقتي لا طبعا، نروح مشوار مع بعض. بس معلش يا ماما،
خد ماما بس وروحه وانا هحصلك على طول، روح مشوار انا وعلياء. مشوار ايه بس يا حبيبي وانت تعبان كده؟ لا انا كويس ما تقلقيش يا ماما. ازاي بس يا ابني ازاي؟ طب انا اقول لك على حاجه، بص يا حبيبي لو انت عايز اي حاجه قول لي وانا اكلف اي حد يعملها لك. معلش يا بابا مش هينفع، لازم اعمل المشوار ده بنفسي. بنفسك؟ معلش يا يلا خلي بالك عليه حبيبتي. ما فيش حاجه. رايحين فين؟ هقول لك في الطريق. تعالي. هي مش كده ابدا. صبوتي حلوه، بقت حلوه بقت وزن الفيل. عارفه ثواني ما اشتغلتش في الماركتنج ليه؟ لا بلانر. هي دي. هي كويسه؟ ان شاء الله هتبقى كويسه. تعالي بالراحه. يا أمي مين؟ صباح الخير. صباح الخير يا ابني. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك. الله يسلمك. اتفضل. يجي اتفضل. اتفضلي. بعد الشر عليك. الست دي عملت معانا اللي ما عملوش ادخل راجل هنا. لولاها كان زماني بقيت مع راضي الله يرحمه. بصي بقى يا امي، انا مش جاي النهارده عشان اتناقش معاكي ولا اشكرك ولا حتى احاول ادفع لك ثمن اللي انت عملتيه معايا، عشان انا عارف ان انت مش هتقبلي. انا ما سالتكش انت جاي ليه يا ابني، ده بيتك، تيجي وقت ما انت عايز وتمشي وقت ما انت عايز. وانا بقى مش همشي من هنا لما تقولي لي انت محتاجه ايه. واحده زيي هتعوزي ايه من الدنيا يا ابني؟ لا حاجه، ممكن تعوزي حاجات كتير. يعني مبدئيا ما ينفعش تعيشي في مكان مكتوم زي ده، على الاقل عشان صحتك. الصحه من عند ربنا يا بنتي. ونعم بالله يا امي. أنا ممكن أسألك سؤال وأرجوك ترد عليا؟ اتفضل يا ابني. حضرتك بتصرفي منين يا أمي؟ أصرف إيه يا حبيبي؟ هو واحدة زيي محتاجة إيه من الدنيا؟ غير لقمة تقوتها وهدمة تسترها وأربع حيطان تداريها. طب بقول لك إيه يا حاجة؟ حضرتك حجيتي قبل كده؟ تحبي تحجي يا أمي؟ الحج هو ده سؤال له ردين. الدكاترة اللي هي محتاجاها. حاضر. وحكي لها المقررة تاخد بالها منها، حكي لها الضوء في ميعاده والنظافة وكل حاجة. ارغي كمان، ارغي. ما هو صاحبك الرغي وانت محمل على كتافي، مفيش 19 طن اصلهم. شباب. على ظهري. ظبطي ارغي براحتك. بقولك ايه ياما، بقولك ايه يا حبيبتي، انا من النهارده يا اختي ماليش فيكو. انت يا اختي ماشيه لي في دول الراجل ده وهو رايح جاي، واديكي شفتي اهو ضعنا يا حبيبتي في اول ناصيه. ابيع مين يا بنت المهبوشه؟ يا باشا انا ماليش في الحاجات دي، انا معرفش عنها حاجه، انا مأجر المحل وبس، بره المحل بسنتي معرفش حاجه. مين اللي قال الكلام ده ياما؟ مين اللي قال الكلام ده يا ناس؟ مش قافش كده يا بنت. امال ازاي يا اخويا؟ يا بنت انت ده تمويل. بتنوه على مين يا امريكاني؟ بتنوه على الحكومه ولا على نفسك يا اخويا؟ اخرس يا بنت، اتلمي ولم لساني. انا مش مبعتره يا حبيبي عشان اتلم، وكل واحد بقى ليه
عاوز نفسه بدماغه. انت ساكته ليه يا اما ما تتكلمي ما تقولي حاجه؟ اشحال يا حبيبتي ما كناش عارفين لبتها وعارفين اللي فيها. ما تهدي يا بنت وانت عامله زي المجري كده. كلنا كان لازم نقول ما لناش دعوه بالبضاعه دي وكل واحد بسكته. يا نهار اسود ياما، يا نهار اسود يا ناس، دي البضاعه يا اختي اتلقت في بيتك وانت اللي قايله للظابط وبصماله بالعشره ان العماره دي كلها من فوق لتحتيها بتاعتك. بقول لك ايه ياما، اذا كنت ناويه كده تروحي في كلابوش عشان خاطر الراجل ده، انا بقى يا حبيبتي ماليش فيه. انا هلم هالهول تاني وامشي من هنا. هالهولتين ايه؟ ده انا هربت معاكو يا اختي من غير ما اخد اي حاجه. يا لهوي، قصدك ايه يا ميرفت؟ عايزه يا بنت تسيبيني في العكه دي وتهبقي؟ معلش يا بطل، هي اصلها بس متعفرطه عشان الخضه، قلبها لسه طري. عموما كل واحد بيعمل باصه. اسم الله على اصلك يا اخويا. بنت، انا سكت لك مخصوص كرامه للوليه الطيبه دي، انما بقى اقول لك ايه، ما تجعرش هنا خالص، وطول ما احنا قاعدين في المخروبه دي ولغايه ما نخرج من هنا انا هدخل يا اخويا واخرج بمزاجي على كيفي. يعني ايه الكلام ده ميرفت؟ يعني كده يا سالك، واللي مش عاجبه كلامي ما يعملش زيي. انا جاهزه يا ايمن. حاضر يا ماما. ايمن، ممكن اقول لك على حاجه يا ايمن؟ بس ما تتزرزرش عليا. الاعمال بيد الله يا ماما، انا عايزك ما تقلقيش، احنا بس نعدي الظروف بتاعت الايام دي وانا ان شاء الله هشوف اللي انت عايزاني اشوفه. انا مش قصدي اغصب عليك في حاجه والله يا ايمن، بس اصل الواحد فينا بيفضل فاكر ان الشر بعيد عنه لغايه لما يسيب. ما هي دي نعمه ربنا علينا، احنا لو قعدنا نفكر في اللي خايفين منه هنموت من الرعب. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. وانا عامل ليه بس برضو يا ماما؟ انا قلت لك مش عايزك تقلقي، اطمني. انا عايزك بس تفصليني اليومين دول وانا هعمل كل اللي انت عايزه تعمليه. ماشي يا ست الكل، يلا بقى اتاخرنا. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام يا رباب. اركبي. ليه يا باشا؟ ما احنا هنروح فين؟ وبعدين بقى انت مش عايزه تعرفي الموضوع بتاعك وصل فين؟ ايوه يا باشا. خلاص يا رباب اركبي بقى. ماشي يا باشا. جدع. ده بس ايه؟
في مواعيدك مظبوط. والله يا باشا هي مش فكره مواعيد ولا حاجه يعني، بس انا هموت واعرف الموضوع وصل لحد فين. لا 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 مش عايزك تقلقي خالص، ما دام سبتي لي الموضوع ده انا هتصرف. اللي هو احنا بس رايحين فين يا باشا؟ يا ستي ما تقلقيش، قلت لك انا هخلص لك القصه دي. انت كنت عايزه تطمني على الموضوع بتاعك وصل فين، انا بقى هطمنك واريحك. بس لو تريحني وتقول لي احنا رايحين فين. بقول لك يا رب انا ما بحبش الاسئله كتير، اللي انا اقول لك عليه اعمليه وبس. ماشي ماشي يا باشا. جدع رفاق. يا رفاق هو انت وقفت العربية ليه يا باشا؟ عشان خلص الموضوع. موضوع ايه؟ موضوع الواد الحبوب. حبوب مين؟ حبوب بتاعك يا بنت. حبوب مين يا باشا؟ يا رباب الواد المزل في الثلاجة. دلعت اوعى كده يا بنت. تعالي ده انا هدلعك، تعالي بس. تدلع مين يا اخويا؟ تدلع مين؟ جرى يا روح امك. يلا بينا يا عمر. معلش يا باشا روح انت وخالد وانا هحصلكوا على البيت. يعني ايه تحصلنا على البيت؟ انت في الظروف دي انت لسه تعبان يا ابني. ما تقلقش عليا يا باشا، روح مشوار بس مع ايمن وهرجع على طول. ما قلقش ازاي؟ انت مش شايف حالتك؟ يا باشا هروح اشرب فنجان قهوه مع ايمن في اي مكان وارجع على البيت. ولو حضرتك قلقان خالد هيستناني، ولو اتاخرت يبقى ليك الكلام. مش كده يا خالد؟ خلاص يا بابا انا هستناه. يلا احنا يا باشا خد معاك خالد وانا هوصل عمر لباب اوضته. ما تقلقش. البركه فيك، تصبح على خير. خلي بالك من نفسك يا ابني. يلا يا خالد. سلام يا خالد. سلام يا حبيبي. سلام. استناك. الله العربية فين؟ العربية فين؟ واضح ان ده محل فاضل. سيبنا اتاكد كده. خير يا ابني؟ في ايه؟ ايوه حاج احنا بنسال بس على محل فاضل الجرحي. اهلا وسهلا يا ابني، عزه ليه؟ انا والده حبيبي. يا اهلا وسهلا يا عم. اهلا بيك. اهلا اهلا. أنا المقدم أيمن عبد العزيز ومعايا عمر بيه سلطان صديقنا، كنا عايزين نقابل فاضل بيه. يا ابني ده ساب الخدمة من 11 سنة.
عبد الله أمرك يا باشا. تعالى معايا عايزك. يا رب استر. افتح الباب عبد الله. تمام يا باشا. اتفضل يا باشا. اقفل الباب واستناني بره يا عبد الله. تمام يا باشا. اشتغلني اروح امك؟ بتشتغلني انا؟ تشتغلك ليه يا باشا؟ ايه اللي حصل؟ وحياه امك لعلمك العفه يا طن. تعال هنا. في ايه يا باشا؟ ايه اللي حصل؟ ده انا مش قلت لي انا ان البت الباب دي شمال؟ يا باشا قلت لحضرتك ان الشباب في المنطقه بيقولوا عليها شمال، وانا الوحيد، انا الوحيد يا باشا اللي كنت فاكرها قدر الشريفه. شمال؟ لا يا باشا، يا باشا الشباب في المنطقه هم اللي بيقول عليها شمال، وانا ما صدقتش يا باشا لان كان في ما بيننا حاجات. حاجات؟ حاجات يا روح امك. يا باشا حب وكلام على جواز يعني يا باشا. تقصد على روح امك؟ شمال انا مش شمال انا بطلت. اكيد مش شمال يا باشا، اكيد مش شمال، لانها لو شمال كانت قبلت جتتي عليها يا باشا اولى من اي حد تاني. ماشي. بص بقى روح امك، قدامك من هنا لبكره الصبح تفوق لي بقى كده انت والبغلين اللي معاك دول، وتفكر لي في اي طريقه تبلغ بيها البت دي انها ما تنطقش بكلمه في اللي حصل النهارده، يا اما بقى تعتبر نفسك انت وهي والبغلين دول في حكم ومن غير محكمه ولا نيابه. يا باشا لا 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 مؤاخذه، ايه اللي حصل؟ بلاش تعرف اللي حصل، اللي انا بقوله ده اتنفذ بس. اول ما تلاقي طريقه توصل لها رسالتي تنادي على العسكري اللي بره ده هيبلغني واجي لك لحد هنا. ماشي؟ فكر فكر عشان احبك. سلام. بص يا عمر بيه، اللي زي امريكاني ده مش لوحده، ده فوقيه ناس، وعشان توصل لجدر الشجره هتلاقيه ضارب بره مصر خالص. امريكاني مجرد دراع، والدراع الصغيره خساره قطعها، عشان كده هيفضل يدافع عن نفسه لاخر لحظه في حياته، وده اللي حصل معايا. ما كفهمش يضربوا القضيه ويرسوها على 7 سنين سجن بس، لا، ده كان في رساله لازم توصل، رسالة توصل لأي ظابط يفكر إنه يركز مع أمريكاني في الداخلية. والرسالة دي كان ليها أمارة، والأمارة بقى كانت سامح ابني وسعاد مراتي. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. متسامح وسعاد مش هو اللي خلاني أسيب الخدمة. أمال إيه يا فاضل بيه؟ بلاش بيه دي، الله يخليك، ما بقتش أحب أسمعها. أنا آسف. لا لا لا، مفيش آسف ولا حاجة. أنا ما حبيتش أشتغل في الداخلية تاني، عشان ما فكرتش أدخل أي قضية لما أوصل للدراع الأكبر، على الأقل في مصر. بس جت أوامر بقى من القيادات بإزاحتي عن الموضوع خالص. كلفوا حد تاني خالص. ظابط، معرفوش. ظابط. ينفذ التعليمات وبس. طب انت ما حاولتش تقنعهم؟ حاولت، قربت ابوس رجليهم واحد واحد، بس للاسف رفضوا. ليه؟ عشان الدفع بتاعي كان شخصي مش امني. على فكره يا عمر بيه، وارد اللي حصل معايا يحصل معاك انت كمان. مش وارد بس، ده اكيد. لا من حدي، ما تقلقش عليا،
انا والدي يبقى اللواء فاروق سلطان مساعد اول وزير الداخليه، يعني اكيد هعرف اتصرف. يا ريت تقدر. انا المهم عندي اني عايز اعرف اللي ما اعرفوش. الامريكاني ده قتل المعاون بتاعي اخويا، خد الطلقه الاولى عني وانا امبارح دفنته بايدي. النهارده كنت واقف وباخد عذاب. اكيد اللي عندك اكتر بكتير من اللي موجود في الملفات. هو ده فضل اللي انا عايز اعرفه، اللي مش موجود في الملفات. ايدك تتشل يا بعيد، لا يخرب بيتك وبيت اللي جابوك. لا هتقول لعبه جاز يا اخي، كل يوم على الصبح صحينا الانابيب وام الانابيب. اه يا دماغي، استغفر الله العظيم كل ذنب العظيم. اه يا دماغي يا الله يا رباب، انت يا رباب رد يا مرستان على الصبح. هذني لا هي تيجي منك ولا من بتاع الانابيب يا بنت. يا شارع الرجال، ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده على الصبح ده؟ بنت يا رباب، انت بتعيطي في ايه يا بت؟ ايه اللي حصل؟ رد عليا على الصبح يا اختي. مالك يا ماما؟ في ايه يا اختي؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي احكي لي يا حبيبتي، ما تعيطيش، احكي لي، ما تجننيش، احكي لي ايه اللي حصل؟ بتغلي ليه؟ بتعيطي ليه طيب؟ بتعيطي ليه؟ في ايه؟ يا نهار اسود، امنا البنيلة شرفنا بيتداس بالجزم؟ ابن الكلب، والله لو فضحك في الاسم الا ما شلت لك الضبابير يا كلب. ظابط، ظابط على نفسك يا ابن الكلب، ده اللي هقتلك، مش انا، مش انا اللي اداش على شرفي. والله لو فضحك في الاقسام، لو وصلت لوزير الداخلية اللي قتلك يا ابن الكلب. فين الظابط اللي هنا اللي اسمه عادل؟ في ايه يا وليه انت بتلمي؟ انا ما دوستلكش على طرف لغايه دلوقتي. تدوسي على طرف مين يا مرا يا واطيه؟ انت عادل يا وليه، بقول لك اتلمي لفرومك. تفرم مين يا حبيبي؟ هي سايبه ولا ايه؟ اه سايبه، مع الاشكال اللي زيك واللي من عينتك لو مربوطه تصيب. يبقى انت عادل. انا عادل، عادل باشا. عادل على نفسك يا معفن، عادل على روحك ورحمه امي اللي هيقرب مني لكل مدياس حديد. ايه اللي بيحصل ده؟ احنا في زريبه ولا ايه؟ ايه بهوات؟ هي ست، انت بتتفرجوا على ايه؟ حطوا الولاد في الحجز. انا مش عايز ناس هنا. وعزة الله لا نسل الشك. احترمي ذاتك، مش عايز ولا كلمه غلط. ليكي حق احترمي. عايز ايه من رائد عادل؟ يبقى انت مش عادل. ها، انا لغايه دلوقتي بحترمك. ردي على قد السؤال يا ايمن باشا، دي بتتهجم عليا في الاسم. يا حضره الظابط، واحدة زي دي مستحيل تبقى عاملة كده إلا إذا كانت مظلومة. عبد الله، هتلاقيه على المكتب، اهدي شوية. يبقى أنت عادل. اسمي عادل باشا يا مرح. هو الباشا ياخد بنات الناس على الطرب، يحبلها يا عرة الظباط يا معفن. هو في إيه؟ أنتوا بتتفرجوا عليا؟ يا عليا كفاية تليفونات بقى. حالا حصل. قوليلي ايه الجديد؟ مفيش جديد، احنا هنبتدي من اولها ولا ايه؟ خشي في الموضوع على طول وقولي عايزة تسألي على مين مرة واحدة.
انت عارفين انا عاوزه اتكلم على مين؟ على كامل طبعا. ماله كامل؟ ايه مفيش حاجه جديده؟ مفيش تغيير؟ لا في جديد وفي تغيير، بس التغيير مش عاجبني خالص. ليه؟ فاكره لما قلت لك ان هو لطيف ويجنن وذوق، بس مش عارفه اذا كان هو معايا انا كده ولا مع كل الناس في العموم. اه فاكر بقى معايا انا بس، او على الاقل قادره احس ان انا مختلفه عن الباقيين بالنسبه لي. طب ما هو ده كويس. وانت ايه اللي مضايقك؟ مش كويس خالص. اللي مضايقني ان احنا بنشتغل مع بعض. يو دونت بي وير يو ايت. ما ينفعش ادخل معاه في اي حاجه خاصه ولا اي نوع من انواع العلاقات. ده لو باظت بعد كده نرجع نشتغل مع بعض ازاي؟ يا علي انت قافلاها كده ليه؟ يعني ايه قافلاها كده ليه؟ امال اعمل ايه طيب؟ يعني عشان تشتغلوا مع بعض ما ينفعش ان انتوا تعملوا علاقه؟ اه ما ينفعش. تصدقي ان انت هتجننيني كده؟ هو ده الصح. طب قولي لي مفيش حاجه زغزغت هنا؟ انت زغزغت قوي. هي اهو عصيره. يلا استني بقى. ايوه بص. ايوه علياء. هو في حاجه حصلت؟ انت فين؟ ما انت عارف الظروف اللي احنا فيها. اه طبعا عارف الظرف، بس انا حاسس ان المود اتغير. يعني سامع صوت مزيكا حواليكي ودوشه ناس بدل القران اللي كان شغال. القران العالي؟ اه لا مش فاهمه انت تقصد ايه. ما قصديش حاجه والله، كنت بحاول يعني افك عنك شويه. ميرسي. طيب هو في حاجه انت عاوز تسالني عليها في الشغل؟ لا خالص، انا بس كنت عاوز اعرف انت ناويه ترجعي الشغل امتى. اه في حاجه urgent يعني؟ هو الشغل كله urgent يا علياء. عموما انا جالي عميل جديد وقعدت معاه من غيرك طبعا، وعاوز اعرف بس انت راجعه امتى عشان عاوز اسلمك الشغل بتاعه. الراجل مستعجل جدا. طب هي ايه طبيعه الشغلانه؟ مكتب نظم معلومات. طيب انا بكره الصبح هكون على المكتب ان شاء الله. في حاجه تانية تحب تسالني عليها؟ لا خالص، خدي بالك من نفسك. ميرسي يا بوس. يلا باي باي. ايه يا عليا؟ ايه في حاجه في الشغل؟ شغل ايه؟ ما تسيبي للراجل فرصه وتسيبي لنفسك انت فرصه كمان. تحب ابوسه؟ اطلبه في التليفون وابوسه. ها؟ لا انا مش كده. انا مش فاهمه اعمل معاكي ايه. نرجع تاني لنفس ام السؤال، ايه الجديد؟ ما بقتش بشوفك يا كامل، ولما بشوفك بتبقى راجع الفجر وسكران. انا ما ببقاش نايمه على فكره، بس ما برضاش اقوم عشان ما اشوفكش وانت كده. انا مش حاسه اني مراتك ولا حتى الشغاله. الكرسي اللي انت بتقعد عليه ليه قيمه عني؟ سهى قلت لك 100 مره مخنوق، محتاج اغير. طب ما انت الاول كنت بتبقى مخنوق بس كنت بتشرب في البيت. مش عاوز اتنيل في البيت. ليه يا كامل؟ عشان مش عايز. طب وانا اعمل ايه؟ مش عارف تعملي ايه يا سهى، مش عارف فعلا تعملي ايه. ما ينفعش كل مره اقول لك تعالي نخرج يا سهى، تعالي ننزل يا سهى، ما ترضيش. كل ما بقول لك على مكان تقولي لي اصل ابو العيال بيروح المكان ده، اصل ابو العيال ممكن يشوفنا هناك. انا مالي انت بتجوزاني ولا بتجوزها هو؟ انت بتكلمني كده ليه؟ ما انت عارف من قبل ما نتجوز انه لو عارف ان انا اتجوزت هياخد مني الولاد. عارف وراضي وساكت، بس انت عاوزه تفضلي متجوزه في السر. ما ينفعش. عاوزه اخرج، عاوزه اسهر، عاوزه اشوف ناس زي اي راجل متجوز. انما انت لما تبقي انت اللي عاوزه ده يبقى انت اللي عايزه ده. انا مالي انا مش هدفع فاتوره انا ما اكلتش بيها. وبطلي تقعدي تغني وتردي على نفسك. ماشي. ايه
خارج وحنام في بيتي عشان بس ما تتضايقيش وانا راجع الفجر وسكران. هو اللي عمل المصيبة دي يا عمر، أكيد هو اللي عملها. صدقني، هو أنت تايه عن عادل فالنتينو؟ هو أنا وإنت وبس اللي عارفينه؟ الاسم كله عارفه من أصغر عسكري لغاية المأمور. لا، أنا ما رضيتش أعمل أي إجراء مستنيك. معلش يا عمر، جايين عليك في الأجازة إحنا. تيجي بالسلامة حبيبي. يلا أنا في انتظارك. سلام. إيه ده؟ انت لسه مش شفتوش الليمون؟ تشكر سعاده الباشا، ربنا يعلي مراتبك. انا لسه مكلم دلوقتي رئيس المباحث، قاطع اجازته جاي لكم مخصوص. كتر الف خيرك، ربنا يستر ولاياك يا رب، يستر ولايا. قلت لي بقى يا رباب، القصه دي حصلت الساعه كام؟ الساعه 9 يا باشا. وانت فعلا يا رباب ما كنتيش عايزه تبلغي؟ ايوه يا باشا. ليه؟ عشان يا باشا اللي بتعرف تلحق نفسها اليومين دول ما بيبقاش ليها حق، ما بتعرفش تثبت. اللي بتعرف تثبت بس يا باشا هي اللي بتطلط، او اللي يبقى عندها شهود. وانا يا باشا لا معايا دي ولا معايا دي. هقول لك حاجه. قول يا باشا. انا مش مصدق انك انت تكوني تأذيتي كل الاذيه دي يا رباب وعايزه تنزلي على البلاغ. ولو ما تنزلتش يا باشا هنقف معاكي. يا بنتي انا عايز اقول لك حاجه، في فرق جامد قوي ما بين عادل وبين تلاعب. تلاعب ده حته عيل صايع مرمي في الشارع، لا بيخاف ولا بيهمه حاجه، لكن عادل المفروض يخاف، يخاف على مركزه ويخاف على بدلته. احنا كلنا عارفين عادل كويس هنا، عشان تكوني فاهمه يعني، من اصغر واحد لاكبر واحد، عارفين هو ابن مين واخلاقه ايه. انا الكلام ده ساميه المفروض ما اقولهولكمش، لكن انا بقوله عشان تطمني. وانا مصدقك يا رباب، ومن النهاردة أنا هقف معاك وأنا اللي هتصدر له، لأن ربنا ما يرضاش بكده أبدا. أيمن باشا. صوي ما كده كويس إني لقيتك. خليك خمسة مع الجماعة لغاية ما ندهلهم. تأمرني يا باشا. شكرا صاوي. تحت أمرك يا باشا. يا ست سامية، قلقانة ولا إيه؟ تلاقيش يا رباب، أنا معاكم وأيمن بيه معاكم، وعمر باشا راجل حقاني ومحترم. ربنا يخليكوا لينا يا باشا ورحمة أمي يا باشا، احنا أغلب من غلب، والله العظيم أغلب من غلب. هتعيط ولا إيه بنت؟ عمر الغلب ما بيرخص لحم أصحابه، واللي جوه ده لو يعرف يعني إيه لحم بني آدم حر عمره ما هيرضى بالظلم، ولو ما يعرفش نعرفه، ولو يعرفه مش فارقة معاه يعمل ما بداله. مات الكلام إجماد يا بنت. صابيه خلي ست سامي اتفضل. اتفضل ست سامي. يزيد فضلك يا باشا. يلا يا رباب. لا استني أنت يا رباب. معلش يا باشا، رجليها على رجلي يا كده، اتودوني مطرح ما تودوني مش فارقه. خلاص يا عمتي ما احناش ناقصين. ممكن تهدي شويه يا ست ساميه؟ انا هاديه يا سعادتك. ايه بس دم محروق. معلش يا باشا حقك علينا. مفيش حاجه يا رباب، الست ساميه حقها معاها. اهلا ست ساميه، منوره. بنورك يا سعاده الباشا. انت بقى رباب؟ ايوه يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشا. تشربوا ايه؟ اي حاجه سعاده الباشا، كتر خيرك. نجيب ليمون على طول كده عشان نروق دمنا. ربنا يخليك يا باشا. اتنين ليمون يا عبد الله بسرعه، خليك جنب الباب بس. كلمي يا رباب، انا سامعك. حاضر يا باشا. باشا حضرتك عارف ان انا عملت بلاغ في تلاعب وزمايله. اه عارف، كان ساعتها الموضوع ده مع النقيب راضي الله يرحمه.
الله يرحمه. الله يرحمه ازاي يا باشا؟ هو الحمد لله يا رب شهيد ان شاء الله. ما علينا يعني، ده مش موضوعنا. كملي. هو كان بلغني بالتفاصيل وانا شخصيا حققت مع تلاعب لما جابوه. تمام يا باشا، انا عملت البلاغ في تلاعب وانا خايفه ان هو يفضل ينكر يعني ويطلع منها. لما جيت بلغت يا باشا لقيت انهم طولوا قوي عليا وما ردوش، لا حد كلمني ولا قال لي روح نيابه ولا اعمل اي حاجه. فجيت وسالت صراحه، انا خفت يعني ان هو كان يكون طلع منها وراح اتدرى في اي داهيه من اللي بيروح يتدرى فيها كعادته. وانت عرفت عادته منين يا رباب؟ قولي يا حبيبتي، قولي انت خايفه ليه؟ هو بصراحه يا باشا اليوم ده انا كنت رايحه اضرب رجلي. رحتي له ليه يعني؟ زي ما تقول كده يا باشا، انا وتلاعب المفروض ان احنا كنا بنحب بعض. ساتر الشيخ، انا افتكرت في بينكم طار ولا حاجه. ما علينا، المفروض ان انتوا كنتوا بتحبوا بعض. وبعدين يومها يا باشا سمعت ترديش كلام كده، ان في كلام اتقال بطل عني يعني قدامه، وهو ما ردش خدتي. دمي اتحرق يا باشا، ما لقيتش نفسي غير وانا بشد العبايه بتاعتي من على فرشتي ونزلت ادور عليه. هو البرشام لحس مخه يا باشا، كل ما اجيب له تليفون يبيعه. طب وانت يا بنتي ايه اللي يخليكي تحب واحد مستقبله منايل ب60 نيله كده؟ مش عارفه يا باشا، ممكن تقول العاده او العشره. انت جدع يا رباب. كملي. ثواني معلش، صوي بيم معلش، هات بس الليمون منه واقفل الباب من فضلك. تحت امرك عمر بيه. تسلم الايادي يا باشا. كملي يا رباب. طبيت عليه يا باشا زي القضا المستعجل، هددته يا باشا، هددته اني هسيبه ومش هيشوف وشي تاني لو ما رجعليش حقي من اللي قالوا عليه. ساعتها يا باشا لقيته بيبص لي كده بطريقه اول مره اشوفه بيبص لي بيها. بصراحه انا خفت يا باشا، بس ما قدرتش امشي قبل ما اخد حقي، حتى لو كان الحق ده بالكلام يا باشا. وبعدين استقوى علي، لطشته، نادى على المقاطيع بتوعي. الحمد لله يا باشا ان هم كانوا مبرشمين، قدرت ربنا يا باشا ان انا قدرت استقوى عليهم وفلفص منهم. ساعتها يا باشا حلفت برحمه ابويا وامي ما انا معديها له، قلب حماري من التفكير. ايه اللي ممكن ولايه زي تعمله؟ ما لقيتش نفسي الا في الاسم يا باشا. الله يرحمه راضي بيه وقف جنبي وفضل معايا لحد ما جابه، طمني وبعدين روحت. زي ما قلت لك يا باشا، الفار لعب في عيني. جيت عشان اسال، قابلت عادل بيه، قال لي ان رئيس المباحث مش موجود يعني في اجازه ومش عارفين هيجي امتى. قال لي ان هو هيشوف لي الموضوع ويبقى يرد عليا. اخذ نمر التليفون. طبعا كلمك. ايوه يا باشا، كلمني امبارح بالليل الساعه 11 كده، طلب مني ان اقابله على كورنيش رود الفرج. بصراحه انا استغربت، بس اعمل ايه يا باشا، الغرقان بيتعلق باشياء. لقيته طالع بيا على الطرق، كان عايز وصل. وصل يا رباب. لا يا باشا ما وصلش، ما ملكتوش ترفع بيت، خبطت راسه بباب العربيه ونزلت اجري. طبعا جت حكيت لك، انت اتعصبتي ولما اتحرق قررت ان انت تروحي القسم تدوري عليه وتلاقيه وتفهميه ان الغوابه لحمه مر. بالظبط يا سعاده الباشا، ده اللي حصل. وكنت هتضربي الراجل الطيب ده من غير ذنب. العفو يا سعاده الباشا، العفو. هو انا اول ما جيت وقعدت اسال على عادل باشا، هو قال انه عادل باشا. صاوي تحت امرك عمر بيه. تاخد عربيه من عندنا توصلهم لحد باب البيت، تخلي عبد الله يروح معاهم. حاضر سعادتك.
يلا اطمن يا باشا. طمني يا رباب، الموضوع خلاص بقى بتاعي، معانا عمر بيه. امسك، عايزك تغسل العربيه غسله محترمه. ها حاضر يا عمر بيه. ده ايه سلامتك عمر بيه؟ ده ايه ده؟ ده جرح عميق في القلب يا عوني. روح يا عوني اشتغل. الف سلام عليك يا بيه. حتى عوني مش سايبني في حالي بسببك، عاجبك كده؟ قوم يالا، وشك لحيت، تعالى هنا. انت فاكر انك هتفلت بعملتك دي؟ مش البنت ما عندهاش دليل على عملتك الوسخه دي؟ تبقى حمار وقفه. لك مش هتطلع من هنا الا لما تمضي على اعترافك. تمضي مش كلام في القصايد مع عادل بيه، ها؟ لكن لو فتحت مخك كده واعترفت ممكن بقى اشوف لك صرفه ما تقضيش بقيت عمرك في السجن. اقذر خلق الله يا سافل يا تافه. وشرفي ما هسيبك انت والكلبين اللي ورا دول. ايه في عبد الله؟ تمام يا باشا. ما تعترفش يا تلاعب، الراجل ده بيشتغلنا ورحمة أمي بيشتغلنا يا تلاعب، ويسلمنا العشماوي تسليم أهالي. يعني هو هيجي من سينا امتى يا فاضل؟ تمام قوي يا معلم، تمام. والله أنا ما عارف أشكرك إزاي، أنا تعبتك جامد يا فاضل والله. حبيبي، خلاص أنا هعد عليك بعد المكتب على طول. يعني على ستة، ستة ونص كده. ماشي، سلام. سلام يا معلم، سلام. ادخل. صباح الفل يا عمر. صباح الجمال. ايه اخبار رجلك؟ الحمد لله احسن. تمام. عملت ايه؟ في ايه؟ عادي. عادي تعيش انت، سافر الغردقه. اشمعنى؟ ايه انت مش عارف ناخد اجازه مرضي من الاداره يوم المشكله ما حصلت؟ اجازه قد ايه؟ اسبوع يا معلم. ليه؟ ده لو عنده ايدز مش هيدوله اجازه اسبوع. اتجننت يا عمر؟ ده ابن عبد الفتاح الكومي السبع كومي اللي بتقش. ليه علاقات واصله لغايه مكتب الوزير. طب بص بقى. انت تاخد رباب توديه المديريه تعمل محضر رسمي وتجيبه لي. وده امتى؟ النهارده دلوقتي لو تقدر. خليها تقول كل حاجه حصلت الا انها تجيب سيره التلاعب. طب فكر معايا، يعني هي تقول ايه؟ اي حاجه يا عم. خليها تقول انها جت الاسم تعمل محضر، انها تعرضت للسرقه بالاكراه، وانه ما رضيش يعمل لها محضر رسمي. قال لها انا هجيب لك المسروقات دي بشكل ودي عشان يعفيها يعني من مرمطه النيابه ومشاورها. قال لها هجيب لك كمان العيال اللي عملوا فيكي كده واعمل لك فيهم اللي انت عايزاه بشكل غير رسمي. ملعوبه دي يا عمر. يا عم ما احنا لو جبنا سيره تلاعب احنا اللي هنخش في سين وجيم. الواد كان المفروض يتعمل له محضر ويترحل على النيابه وخلصت. خليها كمان تقول انها وافقت على العرض اللي عرضوا عليها عادل عشان البت غلبانه وكل همها انها ترجع اللي اتسرق منها، خصوصا ال 500 جنيه. 500 جنيه ايه؟ اللي العيال سرقوها منها. معلش استحفظها يا عمر، الواحد بقى ينسى اي حاجه. هسيبك انا بقى اتكل على الله. انا بالليل مش في الحياه، مش عايز اسمع منك تليفون. ازاي؟ ده الراجل اللي جاي من سينا اللي قال عليه فاضل جاي النهارده. امتى؟ يعني على حوالي الساعه 6 كده. طب ما تعرفش تزق الميعاد شويه؟ انت ميعادك ده مهم؟ طبعا مهم. خالتك زوزو يا سيتي عايزه تجوزني. لا يا راجل. يا عم انا رايح اراضيها واشوف اللي هي عايزه توريها لي دي وخلاص، بس انا رايي معروف في الاخر. بقول لك يا عمر، مفيش كده كافيتيريا حلوه ولا اي كافيه حلو اروح اقابل ناس فيه؟ لا، في الكافيه اللي بقعد فيه انا وفريده. حلو؟ هيعجبك. شغال يعني؟ قشطه. هكلمك وانا نازل عشان اعرف المكان بالظبط فين. ماشي، يلا يلا. باي باي. سلام يا معلم. بقول لك ايه؟ ركز مع العروس، عايزين نخلص منك. نبي خليك في حالك. قلت لي بقى انك انت وفريده في الكافيه، يعني هستغنى عن مراتها بشهرين ثلاثه. السلام عليكم. اصرف بقى. هاملت. اوكي. بس معموله بفيرجن مصري. It was like comedy. بتضحك. كانت حلوه. فين؟ في مركز الابداع. اوكي. كانت حلوه قوي. ده امتى؟ ده من يوم انت شفتيها. لا.
سوري بجد مش قصدي سوري. خلاص مفيش حاجة مفيش حاجة. بجد مش زعلان؟ لا مش زعلان والله. طب أنا دنيا. وأنا خالد. هاي دنيا. هاي خالد. أنا أصلا بتخض والله، عندي فوبيا سلالم. إزاي يعني؟ وقعت وقعة جامدة جدا السنة اللي فاتت وأنا في بيت جده من على السلم. من ساعتها بقيت أترعب، وخصوصا بقى وأنا نازلة من على السلم، فعشان كده أول ما شفتك اتخضيت، افتكرت نفسي بس والله. خلاص ما حصلش أي حاجة. أنت معانا هنا في الكلية؟ أنا بعمل ماسترز هنا. أوكي، فإيه؟ إنجلش ليتريتشر، شيكسبير، سبيسيفيكلي يعني ماكبيث وهاملت. شكسبير؟ بس ده صعب قوي. بس عبقري. قريته 100 مرة، حسيته انه صعب قوي، مش عبقري يعني زي ما كل الناس بتقول عليه. انتي قريتي مترجم؟ لا انا اصلا مش بعرف اقرا عربي كويس. لا مش قصدي عربي، ما هو الانجليش اللي موجود برضو مترجم. ازاي؟ ما هو مش شكسبير اصلا بيكتب انجليش. بس الانجليش بتاع شيكسبير اللي كان بيكتبه زمان غير بتاع دلوقتي خالص. عارفة all the English بس برضو صعب. بس لو قريتي وفهمتي وحسيتي تعرفي هو ليه عبقري. اوكي طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، واقف معاكي. طب تشرب كافي؟ تشربي انتي؟ اشرب انا بس على شرط. ايه؟ انا اللي عازمه. هو انت في سنه كام؟ انا دي اول ترم. يبقى تتكلمي على قدك. طب يلا بينا. بس كول يا جماعه. يا فيري كول. بتتكلمي في ايه يعني؟ بيقولوا علينا فرافير ساعات. شنطتك انسي. لا دي هدى زي بنت خالتي بالظبط يعني، زي ما انت شايفه بتموت فيا. تمام كده؟ تمام يا باشا. اتفضلوا كعب. حاضر. رباب. ايوه يا باشا. مش عايزه تقولي حاجه في المحضر قبل ما توقعي عليه؟ لا يا باشا. طيب اتفضلي. اي خدمه ثانيه يا باشا؟ لا شكرا. طب بعد اذنك. تفضل. خلاص كده رباب، هنبعت لك في اقرب فرصه. ربنا يخليك ليا يا باشا، ربنا يخليك انت وعمر باشا يا باشا. ايه ده، هو كله باشا يا باشا يا باشا كده؟ طبعا يا باشا، ده حضرتك وعمر باشا على دماغي من فوق. كفايه اللي انتوا عملتوه معايا انا وعمتي. ابقى إيه، سلميني عليها وطمنيها. يوصل يا باشا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عسلوكه يا ابن العسلوكه. خليك مع لحظه. في حاجه يا رباب؟ معلش يا باشا، انا كنت عايزه اطلب طلب. قولي. اشوف تلاعب. ايه الدلع ده؟ ما ينفعش طبعا يا رباب. ولا 5 دقايق ولا دقيقه واحده، انت بتهزري؟ امال اقدر اشوفه امتى يا باشا؟ ليه يا رباب عايزه تشوفيه؟ يا باشا في كلمه عايزه اقولها له خانقاني، ما بتنيمنيش الليل يا باشا، محصوره بصدري. بس خلاص يا باشا، طالما ما ينفعش اشوفه يبقى خلاص. حاضر يا رباب، عشان اوثق فيكي بس. بس الموضوع ده مش بتاعي لوحدي، انا لازم اسال عمر بيه لان هو رئيس المباحث. بجد يا باشا؟ كتر الف خيرك، كتر الف الف خيرك يا باشا. السلام عليكم، همشي انا بقى. مع السلامه يا رباب. ايه يا عسلوك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريتنا افتكرنا 5 6 7 8 مليون جنيه. 10 مني يا عم، بس ما تزعلش نفسك قوي كده. مجيتك اغلى والله يا عمر. اتفضل. ربنا يخليك يا حبيبي. تسلم لي. مديح صاحب قديم قوي، عمر باشا اللي كنا بنتكلم عنه لسه دلوقتي. تشرفنا اخ مديح. اللي يزيدنا شرف يا عمر بيه. سهل. اتفضلوا. اتفضل. ولا صبري. صبري. ايوه يا استاذ. اتفضل. تشرب ايه يا عمر بيه؟ شاي بقى. وشيخ العرب بده يشرب ايه؟ خليها شاي. طب مش شاي سكر بره.
يعني انت لسه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي يا مديحه؟ لا طبعا متجوز، لسه متجوز من 3 شهور بس. في السر؟ لا طبعا يا باشا، وصلتني رساله. رساله ايه؟ بالاذن. ايوه يعني الرساله دي جات لك من مين بالظبط؟ مش من حد بعينه، وصلتني على الايميل بتاعي. الرساله دي لسه عندك يا مديحه؟ ايه، هذه الرساله استنيتها 8 سنين من يوم ما قبض على مكاني، ومي عرفت برضه انهم عارفين مكاني وتركيني مزاجهم. يعني هم ممكن يكونوا عارفين ان احنا قاعدين مع بعض دلوقتي؟ من حد طامن انهم قالوا لي في نفس الرساله انهم شالوني من جدولهم بالمره. وايه اللي يخليك تصدقهم؟ عشان هم مش مضطرين يفرجوا عن حياتي لو مش رايديني يا باشا. الامريكاني عندهم مهم بس مش الاهم، هما ما كانوش محتاجين يعملوا معايا اكتر من هيك عشان يعلموني الادب. الاهم في وجهه نظرهم هو الاستاذ فاضل. اسف يا استاذ. لا ولا يهمك يا مديح. سؤال اخير بقى مديح. اتفضل يا عمر بيه اتفضل. الناس اللي انت قلت لي عليهم دول اسمين دول؟ الناس اللي كان امريكاني على اتصال بيهم في المنوفيه، تعرف تقول لي هما فين في المنوفيه بالظبط؟ ايه، هما من بلد اسمها كفر البتنون. انا اعرف منهم اثنين، واحد منهم انمسك هناك وكان واخد حكمه هو كمان، حلمي تاجر مواشي. فاكره يا استاذ فاضل؟ فاكره طبعا. هو اسمه حلمي ايه؟ حلمي محمد توفيق يا باشا، تاجر مواشي كبير هناك. الراجل ده خرج ولا لسه في السجن؟ والله المفروض اني لسه محبوس لحد دلوقتي. غريبة، مع ان المفروض ان الاساسي في القضية دي هو امريكاني. دي الخطة اللي عملها المحاميين عشان يخرجوا امريكاني، قلبوا طبلة الميزان في كفة حلمي. بس انت مش ملاحظ حاجة خالص؟ ايه؟ انهم يفضلوا راصدين مديح طول السنين دي في سيناء، ده معناه ان ليهم دراع كبير قوي هناك. شيء طبيعي يا عمر بيه، الارض هناك واسعة مفتوحة وخباياها كتير. سحلة. وايه سحلة؟ صح، من هنا للمنوفية لسيناء. وما خفي كان اعظم. بس على فكرة موضوع شغلك ده صعب قوي يا ايمن. ايوه بس ده نصيبنا، المهم بقى مين هيفهم ظروفنا. انت مش متخيله والله يا نبيله اعصابي بتبقى عامله ازاي من ساعه ما بينزل الصبح لغايه لما بيرجع لي بالليل. انا حاسه بيكي والله يا عز. وانت هتفضل عايش طول حياتك كده في خطر؟ لا انا عمري ما حسبتها كده. امال بتحسبها ازاي؟ عادي يعني، بصحى من النوم البس هدومي اروح اشتغل واروح زي اي حد. بس انت كده حياتك في خطر. لا موضوع الخطر ده نسبي قوي، الخطر ممكن يجيلك في البيت وانت قاعد على سريرك على فكرة، يعني محدش بيهرب من قدره. ألف بعد الشر عليك يا حبيبي، ألف سلامة يا حبيبتي. أحسن حاجة الواحد يعيش في حياته كلها بدون توتر يعني. بسم الله ما شاء الله. إيه ده؟ أنت عارفة تعيشي من غير توتر؟ طبعا. يعني ما فيش حاجة بتوترك خالص؟ لا. الله، عرفت أنا بقى علاقتك إيه بالآيس كريم. جرسون 3 ليمون لو سمحت، هو ايس كريم زياده. صح انا كده؟ صح حبيب قلبي. يا ماما مش سامعاها، هي بتقول لك انها عمرها ما بتتوتر، يعني على قلبها مراوح. يا حبيبي هما ما لقوش عيب في الورد قالوا ده احمر الخدين؟ حد يطول بنت زي دي مش بتاعت مشاكل؟ يا ماما الحكايه مش حكايه مشاكل، دي عندها مرض اسمه البرود. انا عارف يا حبيبي دي رقيقة وزي النسمة. ما قالك انا عايز اتجوز واحدة نسمة ورقيقة؟ امال انت عايز زي ايمن؟ انت جننتني. ايوه انا عايز بقى واحدة هايبر كده زيك يا ماما. وعلى فكرة بقى انت اللي هتجري نفسك، انا مش عايز اتجوز دلوقتي يا ستي. حبيبي حرام عليك، نفسي كده احس بيك في بيتك في وسط عيالك، نفسي احس ان شقايا وتعبي اللي تعبته معاك ده كله بقى ليه نتيجة. يا ماما هو في احسن من كده نتيجة؟ ما انا زي الفل قدامك اهو. يا ابني انا امك، حرام عليك، ريح قلبي. زي ما انت ليك عليا انا برضو ليا عليك حقوق. يا ماما بس مين قالك ان انا مش عايز اريحك؟ انا عايز اريحك والله، بس دي عندها برود 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 يشل. يا حبيبي بكره تبقى في بيتها نحله. يا سلام بقى، روح التلج اللي احنا كنا قاعدين معاه من شويه، هتبقى في بيتها زي النحله. ده انا ممكن اكون بموت وبتلوى قدامها وهي بتاكل ايس كريم. لا وفي مصيبه كبيره كمان،
ما بتعرفش تطبخ. طب وايه يعني؟ ده كل بنات اليومين دول يا حبيبي ما بيعرفوش يطبخوا. يا سلام، اتجوز انا بقى عشان اقضيها سندوتشات زي الاسم. امال انت عايز ايه يا ايمن؟ حرام عليك يا ايمن. بقول لك ايه، اهدي بس شويه كده وسيبك من الهرتك ده كله. ايه رايك نقوم نلبس ونروح اي ديسكو ارقصك على البيست واخليك تقضي يوم ما حصلش؟ ولا اقول لك تعال روح السيما واكلك الفشار اللي بتحبيه. ولا ترجع بنت مرفت كانت دي عندها حتة كده تخليك يعني عاوز تعمل لها اللي هي عاوزاه حتى لو هتودي روحك في داهية. لا روح انت في داهية لوحدك يا زميلي. طب ما حسيتش كده وهي أفشع معلم؟ ولا اي انشغال. ازاي بقى يا ده؟ انا كنت عايز اخطفها كده قبل قدامه وحطها جنب في العربية والف بيها مصر. مصريين الدنيا كلها ياد في الحته دي بتاعت انا ماليش في لقطه الشغل واخش وادخل براحتي. فاكر ياد الحته دي؟ مش فاكر طبعا معلم. وانت اتخطفت ولا ايه؟ صابت عليها تلج. ما يصعبش عليك الا الشديد القوي يا زميلي. فين يا ميرفت؟ ايه سيبني عايز اخرج. شفت؟ دي البنت ميرفت بتطوق لحد بره. تعال نشوف ايه. الامريكاني ده عليك انت يا روح امك. بقول لك ايه؟ مش تخرجني ولا دي بتتخانق يالا. العالم امريكاني. الامريكاني ده عليك انت يا روح امك. بقول لك ايه؟ مش تخرجني يا ميرفت. سيب دراعي يا سالك. ما تسيبهاش يا سالك. سيبني يا سالك، سيبني يا سالك عشان خاطري. نفسي اخرج. والنبي يا سالك انا لا ليا في المخدرات ولا بحبها من اصله. والنبي يا سالك نفسي اشم شويه هوا بعيد عن هنا. نفسي اشوف ناس غير الغربان اللي انا عايشه معاها دي. والنبي يا سالك خصيمك النبي لازم. نفسي اقعد مع صحابي. والنبي يا سالك والنبي. فين سيبوني سيبوني بقى سيبوني انا عايز اخرج. ما كلمتونيش. مش حريمه. ياي حريم مين؟ انا مش حريم حد. قدامنا. سيبني بقى. دخلوها جوه. اوعى سيبوني بقى. اوعى. جاي عشان ما نفذتش الامر. وجاي عشان ما تعملش راجل مع النسوان على امريكاني. وجاي عشان ما بقاش شايل منك. مش قلت لك انت اتخطفت يا صاحبي؟ معلش معلش يا زميلي. السلام عليكم يا باشا. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عمر؟ اتفضل يا ابني اتفضل. رجلك عامله ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله احسن كتير. بقيت اعرف امشي عليها من غير عكاز. الحمد لله. وبتغير على الجرح ولا بتطنش؟ لا لا لسه مغير عليه دلوقتي قبل ما اجي. طيب الحمد لله. اخبار فريده ايه صحيح؟ كويس الحمد لله. كانت معايا برضو انا بغير على الجرح وبعتها لك سلامات جامده قوي يا باشا. الله يسلمها.
خلي بالك منها يا عمر. في عينيا طبعا يا باشا. وانا يعني ازيك حضرتك لو اتكلمنا مع بعض شويه. تزك ايه ما انا قاعد وانا ورايا حاجه. ماشي يا باشا، انا كنت عايز اتكلم في موضوع الواد الله يرحمه. الله يرحمه يا ابني ويحسن اليه. خير يا ابني؟ هو انا كنت جمعت شويه تحريات في الكام يوم اللي فاتوا دول عن امريكاني واللي حواليه، يعني بشكل غير رسمي، كنت عايز اخد راي حضرتك فيها. تحريات يعني بخصوص ايه مثلا؟ يعني انا قابلت الضابط اللي كان ماسك قضيه امريكاني، القضيه اللي دخلت فيها 7 سنين سجن. تخيل يا باشا، الراجل ده مراته وابنه اتقتلوا بعد حبس امريكاني باسبوع. طبعا الراجل دماغه راحت منه، قدم استقالته وساب الداخليه وساب الدنيا كلها. ابوه نفسه لما قابلناه ما كانش طايقنا، ما كانش عايزنا نقابله لحظه واحده. ما ده قدر يا ابني ضباط الشرطه، يا يموتوا يا يعيشوا معاها مستديبه. هو انا طبعا كنت فاتح ملف امريكاني قبلها، بس انا كان نفسي اوصل لحاجه تانية جديده مش موجوده في الملف، حاجه ملهاش علاقه بامريكاني، يكون لها علاقه باللي وراه، باللي ساندينه. والنهارده انا قابلت المرشد اللي كان مجنده فاضل. هو كمان اضطر يسيب مصر ويروح يقعد في سينا عشان يأمن نفسه منهم. تخيل، فضلوا حاطينه في دماغهم لحد بعد خروج امريكاني من السجن، لدرجه ان هم هددوه قالوا له هنعمل فيك زي ما عملنا فاضل وابنه ومراته. هما مين دول اللي هددوه؟ اللي ورا امريكاني، اللي ظبطوا له القضيه عشان تخلص على 7 سنين. وبعدين؟ وبعدين يا باشا بصراحه انا عايز اكمل في القضيه دي، بس انا قلقان الحقيقه. يعني انت من حقك تقلق. لا انا مش قلقان منهم هما. امال من مين؟ قلقان من الاداره يا باشا. مالها الاداره؟ بص يا باشا، راضي مات على ايدي الله يرحمه، خد رصاصه كان المفروض تكون جايه لي انا، فداني بروحه. الله عليك يا حبيبي. فانا باشا عايز اكمل، ما عنديش استعداد الاداره تسحب القضيه دي مني عشان خايفين عليا او عشان شايفين اني هاخدها على محمل شخصي فيسحبوها ويدوها لحد تاني. هو ده الطلب اللي انا طالبه منك يا بابا. ايوه بس ده الاجراء ده عشان يتعمل لازم له الادارات المعنيه بس هي اللي تقدر تتصرف فيه. انت برضه مش قليل يا بابا، اي حاجه زي كده هتحصل هتعرفها، هتتدخل، مش هيكسروا لك كلمه يعني. لا يا حبيبي، ده شغل، يعني شغل كبير كمان، دي مش اجراءات رخصه اتسحبت ولا ورقه عايزين نقدمها قبل الميعاد ولا حاجه. لا ده تنظيم، تنظيم عصابي محدش عارف اوله فين واخره فين. وبعدين هو في اخباريه جديده جات لك عشان تخليك تقلق القلق ده كله؟ لا لا لا، لغايه دلوقتي مفيش حاجه، بس وارد برضه. يبقى خلاص ما تقدرش البلاء قبل وقوعه، سيب الحكايه تمشي عادي في مجالها الطبيعي لغايه ما نعرف نوصل فيها القرار ونخلص منها. يعني انت شايف ان انا اطمن يا باشا؟ اطمن يا جدع، ده جهاز الشرطه، اتكلم في ايه؟ ماشي يا باشا، اسيبك انا بقى، استاذن. طيب اتفضل حبيبي، خلي بقى على مهلك على مهلك. ما تقلقش عليا يا باشا، احنا جامدين قوي. عارف عارف. ها استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. عمر بليز كفاية سجاير. حاضر. انا مش فاهم انت ازاي كنت متوقع مني عكس كده في موضوع زي موضوع راضي. انت اكتر واحده المفروض تكوني حاسه باللي جوايا بسببه. واللي جوايا انا يا عمر اعمل فيه ايه؟ ولا انا لازم دايما افضل مع اللي جواك انت بس؟ عمر انت متخيل معناته ايه الراجل اللي انا بحبه وطول عمري بتمنى ان هو يبقى معايا وابو ولادي؟ جاي لي النهارده مخصوص عشان يقول لي ان انا هروح منك. انا ما قلتش كده. عمر اللي انت بتقوله ملوش اي معنى تاني غير كده. هي دي أول مرة أشتغل في قضية فيها ناس بالخطورة دي؟ ما أنا كل يوم في شغلي أعمل كده. إحنا اللي زينا بيخش كلية الشرطة وبيتخرج ومعايا شهادة تخرجه وشهادة وفاته في نفس الظرف، هو ده قدر يا فريد؟ أعمل إيه يعني؟ الله. الرصاصة اللي جت لراضي دي كانت متنشنة عليا أنا، يعني كان ممكن ما أكونش واقف معاك النهاردة بكلمك. بعد الشر عليك. بس لما تروح مني غصب عني دي حاجة، ولما تروح مني بإرادتك دي حاجة تانية خالص. انت ليه مش حاسس باللي جواه يا عمر؟
انا امبارح صحيت في نص الليل مخضوضه عشانك وحاسه ان انت تعبان، وكلمتك لما انت ما ردتش عليا انا قلقت اكتر، وفضلت صاحيه لغايه دلوقتي عشان اشوفك كده قدامي واطمن عليك. انت فاهم ده معناته ايه؟ انت عارف انت واصل جوايا لحد فين؟ عندك حق في دي، عندك حق. ممكن بقى تهدي وتقعدي عشان تعرفي تسمعيني. انا سامعك يا عمر، قول. في حاجات بتبقى مكتوبه علينا فريده، سواء اخترناها او ما اخترناهاش، واللي خلقني اكيد عارف كل حاجه جوايا، حتى طريقه تفكيري لو جيت اخد اي قرار في حياتي. ده معناه ان انا لو ما كانش عايزني اكمل في السكه دي اكيد ما كانش حطني في مواقف تخليني اختارها، لانه اكيد برضه عارف ان انا لو اتحطيت في المواقف دي في الاخر هختارها. عارف كل حد يحب يمشي الدنيا على مزاجه، بس لما تيجي التوبه في المعطوبه يقول خلاص هو ده قدري، او يقول لم او ايه، او ما يلحقش يقول حاجه يا عمر. يعني ممكن المصيبه دي تخليه ان هو يخلص خالص، يعني ان هو يموت. يا عمر انت ليه مش حابب تفهم ومش حابب تحس ان انا من غيرك مش هعرف اتعامل في الدنيا دي ازاي؟ ها ليه؟ وليه كل الحاجات عندك ممكنه وتمام وماشي طول ما انت عاوزها؟ ليه جرى ايه يا فريده؟ هو انا سبطان في عربيه ولا في بنطلون وعايزهم باي ثمن؟ ده حق دم ناس ماتت وناس اتيتمت وناس اترملت، ابويا نفسه لو وقف لي في الموضوع ده هتخطاه. انا مش قادر اصدق ان جه اليوم ان انا ابقى محتاج افهمك فيه كل حاجه بعد 20 سنه مع بعض. غمضي عينك شويه يا فريده وحطي نفسك مكان سلمى، شوفي كانت هتعمل ايه في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي لو كانت لوحدها، لو ربنا ما بعتلهاش واحد زيي وزيك وزي علياء يقفوا جنبها. فكري شويه وانت اكيد هتفهمي انا ليه لازم اكمل في السكه دي يا فريده. باشمهندس طب ما بلغتنيش ليه من بدري؟ طيب خلاص خلاص انا هحلها وهكلمه بنفسي، بس بليز نبطل نفتي. اوكي باي. باشمهندس كان طلب حضرتك يا باشمهندس، بقاله كتير حالا. طيب موضوع الوقت ده مش عاوز اتكلم منه خالص. ياس يا باص طلبتني؟ اه تعالي اتفضلي. باشمهندس علياء دكتور سامر العميل الجديد اللي كنت قلت لك عليه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سهلا. دكتور سامر واخد دكتوراه في نظم المعلومات، حاجه كده في الكمبيوترات انا لغايه دلوقتي مش قادر افهمها، مع انه هو شرح لي على فكره، بس انا ابيض في التكنولوجيا. معلش يعني هي حاجه ليها علاقه كده يعني بتامين المنشات الحيويه كده. اشرفنا. اهلا وسهلا. دكتور سامر بيفتح شركه جديده واخد دور ارضي كده مدخل خاص، وكان عاوزنا اننا نعمل له الديكورات بتاعتها. تحت امر حضرتك. انا حتى معايا يعني شويه صور كده للموقع، يعني ممكن لو حضرتك حابه تشوفيهم او كده يعني. لا انا ما بشوفش صور. ايه المواعيد اللي تناسب حضرتك علشان نروح نرفع المقاسات ونعين المكان على الطبيعه؟ يعني لو امكن في اسرع وقت ممكن بكره او يوم الاربع. الاربع يبقى حلو قوي، بس يا ريت يكون معاك وسط النهار. طيب حاضر، يعني على مثلا 2:30 يناسبك؟ جميل خلاص. حضرتك معاك التليفونات بتاعت الدكتور صح؟ اكيد. أوكي. انا حتى يعني بصي معايا الكارت بتاعي عليه كل الكونتاكتس لو حضرتك حبيت يعني يكون معاكي. جميل قوي، يبقى انا هكلم حضرتك على الساعه 11 الصبح يوم عشان اخد العنوان. اوكي ان شاء الله باذن الله. Man, the light's not me, no, nor woman neither, though by your smiling you seem to say so. شفتي؟ ده عبقري بجد. Oh, Shakespeare,
شيكسبير. لو قررتي تقري بالانجلش العادي كأنك بتقري شعر عمر الخيام بالعامية مثلا، الفرق كبير. بس صعب برضو. بس يستاهل. دي فريدة خطيبة أخويا الكبير. أوكي يا رب. فري ازيك؟ اوكي حاضر. مالك يا فري؟ في ايه؟ اوكي. بص يا عادل، رباب عملت محضر اثبتت فيه الواقع بالكامل، محضر رسمي، بس انا بقى مش هحقق معاك بشكل رسمي دلوقتي، احنا في الاخر زمايل. بس من الاخر لو ثبت انك عملت كده فعلا، وده شيء انا اصلا متاكد منه عشان يعني ما نقعدش نلف وندور على بعض، كلنا هنتلط فيها. والله يا عمر بيه، لو انت شايف ان كلنا هنتلط فيها زي ما بتقول، يبقى ما كانش ينفع تسمع الكلام الفاضي اللي البت دي بتقوله من الاول. وبعدين يا باشا، العالم دي صايعه، اتربوا على النواصي، ما عندهمش اي حاجه يعملوها غير انهم يتبلوا على الناس المحترمين. يا راجل وليه غلبانه؟ هترمي بلاها على ضابط شرطه وفي الاسم وفي عز النهار وقدام كل الناس؟ كل دي صياعه. وليه لا يا عمر بيه؟ البت دي طلبت مني انها تقابل الواد الزفت بتاعها وانا رفضت. يا باشا ده كان فاضل انها تبوس رجلي. وبعدين يا باشا، انا حاسس ان البت دي في موضوع بينها وبين الواد ده، يعني زي ما تقول كده كانت عايزه تقول له على حاجات من ورانا. يا باشا البت دي ما صدقت ان قلت لها على وفاه راضي وان سيادتك في اجازه عشان تساومني، لكن انا رفضت واديت لها الكلمتين اللي يوجعوا عظمها، عشان كده قررت انها تقلب عليها الترابيزه. جرى يا عمر بيه، انت نسيت العينه دي ولا ايه؟ نسيت يا باشا لما الناس دي بتتخانق مع بعض ويعوروا نفسهم عشان يتبلوا على بعض قدامنا؟ يا خالد انا ما عرفتش اقنعه باي حاجه، ده دماغه ناشفه خالص. بس طيب وبيحبك بقى انت عارفه. شكرا. انا خليته يملى لك الكوبايه نص. ميرسي يا فاري. العفو. الحاجه اللي انا مش فاهمها، ازاي عمر ما يبقاش فاهم انت حاسه ايه؟ لا هو فاهمني كويس وعارف انا حاسه بايه، بس لما بيجي قصاد شغله بينسى اي حاجه وبينسى اي حد، ده بينسى حتى ان هو يحس بيا. لا اللي انت بتقوليه ده بالذات مش حقيقي يا فريده. عمر بيحس بكل اللي حواليه، ساعات زياده عن اللزوم كمان، لدرجه انه ما بقاش عنده مساحه يحس بنفسه، مش بيشوفها. وانتي نفسه في حاجات كتيره قوي يا فاري، انتي هو بس على بنت زي القمر. بس انا مش عاوزاه يكمل في القضيه دي. انت مش فاهم يا خالد، الناس دي اسهل حاجه عندهم القتل، يعني بعد الشر لو عمر ده راح مني انا مش عارفه يحصل لي ايه. طيب بالراحه، ما تعيطيش بقى يا فريدة، عمر مش هيجرى له حاجه، عمر عارف شغله كويس، ما تقلقيش صدقيني. اضحكي بقى. قوم معايا الباشا عايز. انا قريت الصوت يا جدعان، مفيش الا تلاعب في الاوضه دي يا باشا ولا ايه؟ عايزين نعرف اخرتنا ايه يا باشا؟ نفسنا ندوس على الاسفلت برجلينا يا باشا، نفسنا نشوف النور بعينينا سعاده البيت. عايزين نعرف اخرتنا ايه؟ هتروحونا على رجلينا ماشي، هتودونا النيابه برضه ماشي، هتموتونا برضه نعرف. يلا يا باشا مستنيك يا خلاص، يلا قدامي. هتكون بلاوي. ايه يا عم سعيد؟ نايم على ودنك ولا ايه؟ بتترزع في مكتبك. بيجي التفتيش وبنعيط، ادخل. حضر لي كل السبت على السنه اللي فاتت. انزلي دلوقتي حالا. يلا ما تاخرش. يا رباب. تيجي تقعدي.
السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمة الله. ايه اخبارك؟ الحمد لله يا باشا. عمتك لسه قافشة؟ لا يا باشا الحمد لله فكت وبقت زي الفل. بركة في سعادتك. بص يا رباب، عمر بيه هو اللي عايزك، اطلعي له بقى شوفي عايز ايه وانت راجعة طمنيني. خير ان شاء الله. هو حضرتك مش هتيجي معايا يا باشا؟ حاضر هاجي معاك يا رباب. استنيني هنا يا رباب. حاضر يا بيه. رد السلام عيب عليك. استغفر الله العظيم. استغفر على ايه يا تلاع؟ استغفر على ايه يا اخويا ولا ايه ولا ايه؟ ابن منطقتي يا غالي. اتلم يالا يا وقت مش عايز اسمع صوتك. تعالي. عاد الواد ده. اقعد يا رباب استريح. تسلم يا بيه. كرا يا عمر بيه. صوتك عالي يا باشا. صوتي ايه يا باشا؟ هو ينفع اللي بتعمله ده يا باشا؟ صوتك عالي يا عادل باشا. احنا لسه ما بدأناش محضر رسم. اقعد بقى واهدى. اقعد. دلوقتي رباب عامله فيك محضر رسمي بتتهمك فيه بمحاوله استدراكها لاغتصابها. والواد ده معمول في نفس المحضر وبرضه بينكر. وانا من الاخر بقى عايز اخلص عشان مش فاضلكم. قلنا نجيب الجمل والجمال، ولا انت ايه رايك يا عاده الضابط؟ هو صاوي فين يا ايمن باشا؟ جمحته في النبطشيه وانا جاي لك. روح عبد الله ندهله عشان يبقى موجود هو ايمن باشا. استنى عبد الله. ولا تحب نجيب محضر ونبدا تحقيق رسمي على طول ونخلص؟ فايه اكتر حاجه بتغيظني فيكي؟ ايه هي؟ انك عارفه ومتاكده اني دايما هبديكي على كل حاجه حتى نفسي. لا بجد؟ تصدق بقى ان انا نفسي اصدقك؟ لو بصيتي على نفسك وانت قاعده كده مديه ظهرك للباب حيث ان اي حد يخش هيشوف حته كده من خدك وسايبه الباب مفتوح في وقت متاخر كده، لو بصيتي على المنظر ده اكيد هتعرفي ان القعده دي لازم تكون مستنيه حد ومتاكده انه جاي. وهو جه تفضلي بقى مدياله ظهرك كده ولا ايه؟ العيون دي ما ينفعش تسأل خالص. أموت عصب. بعد الشر. بقول بعد الشر يعني. يا سيد يا بدوي. أيوه بقى. عمر، أنت بجد هتسيب القضية بتاعت راضي عشاني أنا؟ بشرط. قول إيه هو؟ ما تشوفش دموع في العين دي أبداً. لحد ما اموت. طب ممكن تبطل تتكلم في الموت؟ حاضر. فريدة. بابا. انت بتكلمي نفسك يا فريدة؟ مالك يا بت في ايه؟ انت هتفضل تبص لي كل شويه؟ عادل بيه انا هكررها لك تاني،
احنا في الاول وفي الاخر زمايل، وانا لغايه دلوقتي مش عايز اصعد الموضوع وامشيه في شكل رسمي. والبهوات اللي موجودين هنا دول موجودين عشان حضروا كل حاجه من الاول للاخر لما الست ساميه جات عشان تشتكيك، وهم في الاخر اللي لموها. يعني كده كده هم موجودين موجودين. جرايه يا عمر بيه، البت دي سمعتها زي الطبل في المنطقه كلها، ما تعمل تحريات عنها يا باشا هي والواد الصايع اللي معاها ده قبل ما تعمل اي اجراء قانوني او رسمي. انا يا باشا بس بفكرك بالموضوع ده عشان ما نضحكش علينا القيادات بتاعتنا. طب يا باشا انا خلصت كلامي وهستأذن عشان عندي شغل كتير. عادل بيه، اخبار الخبطه اللي في دماغك من ورا ايه يا بيه؟ انت بتقول ايه يا بت؟ انا اسمي رباب، رباب حسني الجمل. عمر بيه، الباشا واخد مني بطحه لما رزعت له دماغه في ازاز العربيه، وفي نفس اليوم عربيه الباشا اتسرقت. اتلم يا بت بدل ما امسح بكرامتك الارض. ما انا ملمومه اهو يا باشا وقاعده على الكرسي، ولا تكونش شفتني قمت. جراي عمر بيه، احنا هنفضل في العبط ده كتير. عربيتك فين يا عادل بيه؟ عربيتي؟ انت مالك بعربيتي؟ عادل يا كومي، وشرف ابويا لو ما تعادلت معايا في الكلام لالغي القعده الحب دي واخليها رسمي بقى. اعلى مفخلك اركبه يا عمر. اعلى مفخلي لو ركبته هيدهسك، هيسويك بالارض اللي انت واقف عليها دي. ولا تلاعب. امرك يا باشا. الباشا جالك التلاجه ليه يالا؟ كان مثالنا على حكايه ربابه يا باشا. انا بتكلم على المره الثانيه. كان محروق يا باشا وبيطلع حرقته عليا. وطلعها بالطول والعرض يا باشا. مين يالا اللي عورك في دماغك كده؟ انت هيطلع سيفك. عادل باشا اقسم بالله. يعني الواد كان محطوط في التلاجة على ذمتي، ومع ذلك دخلت له التلاجة وعورته. أيمن بيه، هو الواد ده لو كان فايس في ايده كان مين اللي هيتلط فيها؟ بعد إذن أيمن باشا، محدش هيشيلها غيرك عمر بيه. يعني الموضوع ما بقاش بينك وبين رباب بس، أنا شخصيا ملطوط. كل ظباط الاسم هيتلطوا اهو. لا ده مني ومنك، قالها لك اهو. يعني لو ما قعدتش كده وهديت وفكرت وسبتنا نشوف حل للعكة السودة اللي احنا فيها دي، النار هتتفتح عليك من كل الظباط في الاسم. ها تحب تقعد ونتكلم ولا تحب تمشي؟ اللي عندنا قلته يا عمر يا سلطان، واللي تعرف تعمله اعمله. سلام. شوف لي المحضر فين وهتهولي. حاضر. هعمل ايه يا باشا؟ لا انت مش هتعملي حاجه يا رباب، احنا اللي هنام. تقومي روحي دلوقتي، لو احتجتك في حاجه هبعتلك. فين المحضر يا صاحبي؟ جاي ورايا مني. تمام. صاحبي باشا، عايزك تاخد الواد ده والعيال اللي معاه في مكتبك، تاخد اقوالهم وبكره الصبح ترحلهم على النيابه. تمام عمر بيه. رباب، في شهود عيان على واقعة الاعتداء عليكي؟ لا يا باشا مفيش. خد عبد الله على مكتب صوابيه. تمام يا باشا. يلا عبد الله. قدامي يالا، قدامي. دلوقتي يا رباب الواد ده هيروح النيابه وهينكر كل حاجه، وبالكتير هيتعاملوا معاها لانها واقعه تحرش، ده اذا عرفوا يثبتوها اصلا وهخرجوها. رباب
هو ده القانون يا باشا؟ انا بس عايزك تتمسكي باقوالك في المحضر وما تجيبيش سيره خالص اللي انت اللي رحتي له وما تقلقيش من حاجه. الواد ده كده كده ملطوط ملطوط وصحيفه الثواب ومرميه على الرصيفه عند بتوع الجرايد، والباقي بقى احنا هنعمله ان شاء الله. المهم دلوقتي انت سمعتي الحياة عادل وهو بيتكلم كان بيتكلم ازاي. لو كملنا معاه سكته هتبقى طويله شويه. تحبي تكملي ولا نهديها على كده؟ كمل يا باشا. ماشي يا ربو هنكمل. ده ايه الهنا اللي احنا فيه ده يا ولاد؟ باسل باشا عندنا هنا في مصر حبيبي امريكاني. ده انت اللي حبيبنا يا غالي. اتفضل اتفضل. يا اهلا. ازيك يا ام ميرفت؟ تمام يا باسم بيه، وحشنا. ربنا يخليك يا ام ميرفت. اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل. وحشتنا زياراتك التخاطيفي دي. انت عارف بقى نظام الشغل يا معلم. الله يكون في العون يا غالي. ايه ده؟ بيتك بيتك بيتك. هش 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 يلا بسرعه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم. ازيك يا ام ميرفت؟ بخير يا اخويا طول ما انت بخير. ربنا يخليكي. انا بجيلك بنفسي مخصوص عشان خاطر تفتحي لي الكوتشينه. يا سلام، غالي والطلب رخيص. طب ايه رايك بقى ان انا مش همشيك من هنا النهارده الا لما افتحها لك واقول لك اللي يعلي مزاجك الغالي كمان. تشرب ايه بقى يا غالي على ما الغدا يجهز؟ لا اشرب يا معلم، انا يا دوب اخد عادتي معاك واطير انا عشان لازم ارجع سينا النهارده. يا عيب الشوم يا باسم بيه، معقوله تيجي لحد عندنا وتمشي من غير ما تاكل لقمه؟ الغدا جاهز يا باشا، نقعد قعدتنا وناكل لقمتنا في السريع كده وتمشي على سكتك بخير ان شاء الله. مفيش مشكله يا معلم. جريه هلا، ما تبعد شويه، عايز هوا هوا، هتبقى راكب على نفسي على طول. انا يا كبير. بقول لك ايه يا عطيه، روح الميرفت تعمل لنا دور شاي وتدلعنا بشويه قراقيش من بتوعها كده. من عينيا، بس انا كمان عايز اسمع يا معل. هو احنا نقدر نقول حاجه من غيرك يا متكلم؟ شايف يا باسم بيه، اهو على طول واكلني بكلامه المعسول ده. انت الحب القديم. ماشي يا خويا. حلاوتك يا بطه. اخبارنا ايه يا باسم باشا؟ كله تمام قوي يا معلم. انا جيت لك النهارده بخصوص الناس بتوع سينا، ما يديلوش اي حاجه في الطلعه اللي جايه. الله يطمن قلبك يا غالي. الراجل اللي انت هتعمل معاه العمليه المره دي جديد، وطريقه الاستلام والتسليم برضه جديده، والمكان احتمال كبير انه يتغير، والكميه اكبر. الله الله الله، ده الليل عيد وكله جديد في جديد. ده بقى الراجل اللي انت هتكمل معاه العمليه، واحتمال تكمل معاه شوية كمان. اسمه ايه؟ رزق. رزق؟ اه يا معلم رزق. يعني ايه رزق دي؟ رزق دي عندهم هم، بالبلدي عندنا كده يعني رضا. يعني ينفع اقول له يا رضا؟ اه يا معلم ينفع طبعا. سبحان الله، له في خلقه شؤون. باسم به اللي منورنا وما بيفتكرناش الا لما بيوحش. ربنا يخليك يا ست الكل. اقعد جنبي يا متكلف. جرب البسكوت ده يا باسم بيه. ميرفت هي اللي عاملاه بنفسها. ما هي دي ميرفت بنتي. دي ميرفت؟ لا بس مزوزين عظيمه. الله يخليك. سكرك قد ايه؟ مظبوط. اها قلتوا ايه بقى؟ هو احنا لحقنا نقول حاجه؟ ما نقدرش نقول حاجه من غيرك يا متكلم. والله جلبيه الواد سالك لايق عليك قوي يا باسم باشا. بس انا نفسي اعرف ايه الحكمه في كده؟ امان يا امريكاني. امان؟
طب وهي بقيه الرجاله؟ انا بيني وبينهم تليفون، هم هيقعدوا عندك شويه، معلش هنتقل عليك. تتقلوا؟ ده لو ما شالتهمش الارض اشيلهم فوق راسي. يا سلام، تحب ابعت معاك حد من العياده؟ لا ملوش لازمه، انا هعرف اتصرف. يلا مع السلامه. طريق السلامه. سلام. مع الف سلامه. مع الف سلامه. يلا. ما احنا متفقين على التيتا دي من عم ناول يا امريكاني. عم ناول ده انت على قديمه قوي يا بطه. بلا بطه بلا وزه بقى، انا بنتي يا اخويا ملهاش في الليله اللي انت عاوزها فيها دي. ليه يا اختي؟ الرجاله بقت تجيلها بالقفله في النفسيه على كبر ولا ايه؟ ما تستعبطش يا امريكاني، انت فاهم قصدي كويس قوي. بنتي ما تتلطش في شغل السوق. مجيتها معايا ملهاش علاقة بشغلنا خالص، ده عشم بيني وبين الراجل وما يصحش ازعله. بس انا بقى زعل عزرائيل عشان خاطر بنتي. هما هياكلوها يا وليه انت؟ لا بس هتحضر وهتعرف الناس دي وهم كمان هيعرفوها. واللي بيخش الخيه دي يا امريكاني ما بيطلعش منها يا اخويا غير بالدم، وانت عارف كده كويس. انت تلطيتي في نفوخك ولا ايه يا وليه انت؟ بقى معقول اخليها تحضرنا واحنا بنتكلم في الشغل؟ اخرها تشرب معانا حاجه ونتكل على الله. ما تجنظريش دماغك عشان ما يقلبوش علينا، ده احنا ما صدقنا انهم استكبرونا وكبروا لنا الحصه. عايزين نعيش بقى ونقب. الناس بتجري على بضاعتها بايديها واسنانها. الله، وبعدين بقى اهمدي اشعلي، ما كانش المال مالك، ما تقلقيش. ميرفت دي بنتي. ما بتردش عليا يا علياء. طب ما تكلمها على تليفون الجاليري يا عمر. كلمتها وكلمتها في البيت ومحدش راضي يديني عقد نافع. وانا ما كلمتهاش النهارده. عمر انت زعلتها في حاجه؟ حتى لو انا مزعلها، من امتى فريده ما بتردش على التليفون؟ طيب طيب يا عمر سيبني اجرب ارد عليك. اوكي الموضوع ده ملوش علاقه بفريده لوحدها. طيب طيب باي باي بقى. باي. سلام. فريدة، فريدة. عمر بيه. ازيك يا بسنت؟ ازيك يا عمر بيه. هي فريدة ما جاتش النهاردة ولا ايه؟ لا النهاردة ما جاتش، كلمتني في التليفون عشان اجي افتح بدري وقالت لي انها مش هتيجي كام يوم كده يعني. ما انا عارف، بس هي كان المفروض تيجي تاخد شويه حاجات من هنا يعني، ومش مشكله مش مشكله. متشكر متشكر. العفو يا عمر، نورتنا. شكرا. مش عملنا اللي يرضينا ويرضي حقنا؟ مالك بقى مصدره متشنجه على الصبح ليا بيت؟ غصب عني يا عمتي، غصب عني يا عمتي. بتفركي بايه جواك يا بنت اخويا؟ فضفضي لي احكي لي. مش عارفه يا عمتي. تفتكري يعني يا عمتي ممكن يقفوا جنبي؟ ممكن يعني يجوا على بعضيهم كده عشان خاطر واحده زيي؟ عارفه اللي بتقوله ده ايه؟ ده اسمه الهبل. ما الدنيا كلها هبل، ولا يعني جت علينا يا عمتي؟ يا بنت سددت نفسي على الصبح في ايه يا رباب؟ فقر انا؟ ها من ناحيه فقر؟ ده انت فقر من واسع. طب قشري يا اختي قشري عشان الوريه مستعجله على حاجتها. يعني من الاخر كده مستوعب اهو ان فريده دي تبقى بنت الوحيده، مستوعب مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا يا اطل. لما هو اكيد يبقى اتفضل بقى عشان نعرف نتفاهم. اتفضل حضرتك. اتفضل. ليه ما تقعد قبلية كمان؟ طالما ان هو اكيد كنت عايزني اخدك بالحضن بعد اللي انت عملته ببنتي، امال تعمل ايه لما تبقوا في بيت واحد؟ تخليها تنزل طول الليل تدور عليك زي المجانين في الاكمنه والشوارع، مش كده يا حبيبي؟ انهي منطق يقدر يقنعني ان انتوا ممكن تكملوا مش تصطلحوا؟ يا انكل انا عمري ما تخيلت ابدا ان شغلي ممكن يعمل مشاكل لفريده بالنوع ده. احنا متربيين مع بعض تقريبا، يعني حضرتك عارفني وعارف طبعي من واحنا عيال صغيره. اسمع عمر،
أنا يا ابني راجل متحضر، يعني لما بنتي تشاور لي على واحد وتقول لي أنا عاوزة أبقى مراتك لازم أوافق طول ما هو مفهوش عيب يعيبه. وأنا أعتقد إنك أنت ابن ناس ومتربي وسيرتك كويسة أوي أوي أوي، لكن مش كل حاجة بالسيرة ومش كل حاجة بالتربية وكل حاجة بالعيلة. في أشياء في الواقع أحياناً بتحصل بتخلينا احنا كمان نتوقف ونفكر بحاجة اسمها العقل. تعرفه ولا ما تعرفوش؟ هي الأشياء دي حضرتك يعني ما ظهرتش إلا دلوقتي؟ لا، الأشياء دي بانت من الأول، من ساعة ما ارتبطنا، من ساعة ما مصيرك بقى زي مصيرها. اسمع لما أقولك، مفيش أب في الدنيا يتمنى لبنته إنها كل يوم الصبح تصحى وهي مش ضامنة إنها تنام بالليل أرملة ولا سكر. ماشي أوكي. طب ممكن بس أعرف هي فين دلوقتي؟ وأنا لو قلت لك ولا ما قلت لكش من تمثيلك هتعرف. هي يا عمر في العين السخنة. شكرا يا أنكل. بعد إذن حضرتك. عمر، من فضلك سامحني. السلام عليكم. معايا نيلي؟ مع حضرتك. مهندس الاستشاري بتاع العين السخنة يجيني بكرة. أوكي. كمان أعرف أخبار شاليهات الساحل الشمالي. رحلة لندن بتاعت الماكينات الجديدة أجليها أجليها. أوكي. تديني تمام بكرة حياتك. طيب أنا عايز أفكر حضرتك بكرة بالميتنج بتاع مستر أحمد الأليوبي ومستر شريف الأليوبي. يس داكور. دان؟ اوكي ثانك يو. سي. غلبانه نيلي قوي حاج. لو النبي ابوك هو اللي غلبان معاك. ربنا يديك الصحه حاج. هو انا مش هاخد نفسي معاك ابدا؟ يا مصر كلها محملاني جمايل عشان كلام فاضي ملوش لازمه. خلاص دقت بيك، ما لقيتش غير البت الكسر دي. يا حاج دي بت بيئه وواطيه وعايزه تلبسني في الحيطه وخلاص. لو النبي ده انا ابوك وانا المحامي بتاعك. يا حاج انت مش مصدقني ولا ايه؟ انا ممكن اكون شقي زي ما حضرتك بتقول، بس مش غبي قوي كده. اشتغل لي ولا اشتغل لي. خد بالك ان البدل والشياكه واللهجات واللغات كل ده كوموفلاج. كوموفلاج ابوك بيعمله ويلف بيه اتخن شنب في البلد دي على صباع رجله الصغير. خلاص بقى يا حاج اللي حصل حصل. وبعدين يعني هتطلع مين البت دي؟ بت شمال وكل المنطقه بتاعتها معلمين عليها شاب شاب. جت عليا انا بقى وبقت الخضره الشريفه. يا عين ابوك جت لحد عندك انت وحارنت. بالك لو الموضوع ده ما عداش على خير ملفك هيتظفر وفي الداخليه هيعلموا عليك. لا، والخدمات بقى ساعتها تمنها تقيل تقيل قوي. والأكادة لو البت طلعت صح مش هعلمه عليك انت لوحدك. لا، ده كل اللي حطوا مناخيرهم في الليله هيروحوا معاك. ازاي بقى يا حاج؟ انا بقول لك البت ناويه تكمل في الموضوع والواد رئيس المباحث معاه. ومنت كمان تقفل معاه. لا مش كده وبس، وتعور له الواد اللي هو حابسه عشان لو كان عنده النية حتى ان يحل الموضوع ودي لاجل العيش والملح والزمالة. لا، توقف انت المراكب السايرة. انت كنت عايز نعمل ايه يا حاج؟ استنى لحد ما الواد ده يركب عليا في القسم ويضحك عليا الناس كلها؟ لا، ركب انت الكون كله على كتاف ابوك. خلاص بقى يا حاج اللي حصل. وبصراحة كده يعني انا سخنت ساعتها وما كانش ينفع اسكت. اسخن انت وتسوح انا. قول لي بقى، ابو الافندي ده بيشتغل ايه في الداخليه؟ مساعد اول وزير الداخليه. يا صلاه النبي كمان
يعني نبو ازرق. طب يا حاج ما فيهاش حاجه، وبعدين انت برضو قايل لي ان كل واحد ولديته. بس اعرف مين قدامك قبل ما تقتله، مش بعد ما تقتله تدور على ديته عشان كمان ما تلاقيش فجأة دماغك دي جوه حبل المشنقة. هو اسمه ايه؟ عمر. ابوك. خلاص يا حاج، اسمه فاروق سلطان. وده ليه ومش كده؟ لو يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، عربيتك وتسرق هناك والبيت تعورك في نفوخك، وابن اللفندي بتاع وزارة الداخلية انت مقفلها معاه، ونائب المأمور بتاعك مش طايقك ومطلوب مني احلها. بقولك يا قد، انت خلفة عر. تمام يا فندم، المأمور بعت حضرتك المسجون. اتفضل انت. تمام يا فندم. اتفضل يا حلو استريح. خير يا باشا. اؤمر. بص يا حلم، انا هخش لك من الاخر. اتفضل سعادتك. انت وامريكاني كنتوا شركاء مع بعض في عمليه الواحات الخارجيه، والناس اللي فوقيكوا اشتروا سلامته ورموك انت كبش فدا. واللي انا عرفته من مديح انك حاولت توصل له كذا مره بدراعاتك اللي بره بس ما عرفتش. انا بقى عندي حاجه تانية. ايه؟ امريكاني قتل المعاون بتاعي، وده ما كانش مجرد معاون، ده كان اخويا. يعني احنا الاثنين لينا طار عنده، بس فينا واحد بره وعنده كل الصلاحيات اللي تخليه يفضل على الامريكاني لحد ما يوقعه، وبالقانون. والحد ده هو انت مش كده؟ بالظبط. وده هيفرق مع حالي هنا؟ ها؟ مش فاهم يعني. في الحكم اللي اخدته يعني؟ لا انا ما اقدرش اكد لك حاجه. ممكن ده يحصل يعني لو الدايره وصيتنا ان نفتح ملف قضيتكم تاني، يعني لو ظهرت اي ادله جديده ده ممكن. انما اللي انا اكده لك ان طاري وطارك هيتاخد. انا عندي مأمورية وعندي كل الصلاحيات اللي تخليني اطلب التعزيزات اللي تضمن لي نجاح المهمه، يعني هوصل له ومحدش من اللي حواليه هيمنعني عنه، خصوصا ان انا فاتح الملف بشكل اوسع، يعني حولت امريكاني من هدف رئيسي لهدف فرعي. كل اللي حواليه مش هيهتموا بيه اكتر من نفسهم، اهتمامهم بيه مش هيقلقني ولا هيقلقك. كل اللي بتقوله ده كويس قوي عشان خاطر اضمن ان حق الفرقه بترجع لي. بس انا ليا طلب صغير عند حضرتك. جميله، يا ريت ما ترضاش. لو اقدر عليها اعملها لك واعمل لك اكتر منها كمان. يا ريت يا عمر بيه، لو فرصه كده او تلكيكه تقدر ترجع بيها ملف القضيه من جديد. يا ريت، نفسي اخرج من هنا، نفسي اشم هوا نضيف. بس انا عندي شغل. عارفه كويس، وهقول لك على كل اللي انت عاوزه، بس عاوز اعرف انت وصلت معاه لغايه فين عشان ابدا معاك من اخر ما وصلت معاه. وانا ما وريش حاجه، قاعد معاك لحد ما تقول لي انا خلصت. هو احنا مش متفقين ان انا ماليش صالح في المواضيع بتاعتكوا دي؟ تقومي جايه كده منك لنفسك وترميني في جحر التعبين ليه يا اختي؟ لا انت كنت لقيتيني في الشارع ولا ايه؟ يا بت انا الفار بدا يلعب في عبي من بنيكه امريكاني دي كلها، وحاسه كده ان هو بدا يلعب من تحت لتحت. ولو اللي في بالي طلع صح يبقى انا وانتي يا هبله اول اتنين هياخدوا الصابونه يا اختي بدري. ما هو ما فيش ذكر في الدنيا يحب ان هو يفضل طول عمره تحت رحمه ماره، وخصوصا في الشغل والفلوس. وامريكاني يا حبيبتي ما يفرقش عن اي راجل، بالعكس ده ارخص حاجه في ذمته العشره. طب اديكي عارفه هو بتقوليها بعظمه لساني، ارخص حاجه عنده العشره. تقومي جايه كده وحطاني تحت درسه، ويا ريت درسه هو بس، ده درسه هو وسياده كمان. ليه كده ياما؟ عشان مالنا يا حبيبتي؟ ده انا ما صدقت ان هو طلب مني انك انت تروحي معاه. انت قلتي له كده؟ فاشر، بالعكس، ده اول ما قال لي انا قلبتها له مناحه.
عشان اضمن ان ما حدش فيهم يرمي عليكي جدته غصبانيه. ما انا كان لازم اسبقها مدارس يا هبله. هو انا يعني كنت حرمي بيتي اللي حلتي في النار من غير ما امنها؟ بس من جوايا كنت بزغرط. اخيرا هيبقى لنا عين في قلب الطبخه وهي لسه بتتعمل. كفاينا بقى يا حبيبتي اكل على الجاهز من غير ما يبقى لنا حس نقول ونقف ونحاسب. ده احنا ولا يا بنت بطني وملناش الا قرشنا. ولا انت يعني ما نفسكيش ان احنا نخلص من الهم ده كله ونهبق بقى ونعيش على وش الدنيا زي خلق الله، بدل ما احنا عاملين كده زي اللي اتكتب عليه ان هو يعيش في الميه وهو ملهوش فيها حتى النفس بناخده بحساب. حضرتني يعني انت سايباني اضرب اخماس في اسداس هناك وانت جايه هنا تتفسحي؟ انا اروح لك الجلر اسال عليكي بس انت تبصلي من فوق لتحت زي ما اكون جاي لها من الكونغو؟ انا ابوكي يقول لي خلي المشاعر على جنب كده وفكر شويه؟ انا افكر في ايه؟ افكر في ايه؟ انا ايه؟ ايه انتي؟ انت عاوز ايه دلوقتي؟ ده السؤال ده ولا جرى شكل؟ والله انت وذوقك يا باشا. عايزك ما تفشيش عليا. احاول. وعايزك تفهميني. احاول برضو. عايزك تعرفي ان انا بحس بيك وبالخوف اللي انت فيه. انا اصلا مش مصدق نفسي، مش عارف ازاي ربنا اداني واحده زي القمر كده تخاف عليا وتعمل في نفسها اللي عملته ده عشاني. انا مستهلكش الحاجات دي كلها، انا اساسي المفروض اساسا اولع في نفسي. لا 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 دي بسيطه بقى سيبها لي. بجد؟ اه والله. ما انت عمال على بطالي عمر بتولع فيا وانا مستحمله وساكته. مره بقى من نفسي اولع فيك. طب ما انت عملتيه. يا ريت نقدر يا رب. لا قدرتي. لما قفلت تليفونك وخليتيني الف حوالين نفسي عشان احاول اوصل لك. طب انت عاوزني اكل؟ يا ريت بقى. بص يا عمر. توعدني ان انت قبل ما تعمل اي خطوه في الدنيا دي تفكر فيها مليون مره قبل، ولو لقيت اي سبب هيبعدنا عن بعض ما تعملهاش لاي سبب يا عمر. هتوعدني؟ اوعدك. اوعدك يا فل. يا رب يا رب يا رب. اي وانا كان في حاجه حصلت يا سلام. على فكره ما لقيتهاش اهو. ايوه يبقى خليها عندي كده. هو وعدني وشهد انت يا بحر. هو ده. يبقى نرجع له بقى بعدين. ماشي يلا. ايوه ماما. ايه يا زوزو؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه خير في ايه؟ لا طمنيني طيب. لا انا خارج مأمورية دلوقتي. ايوه يعني في ايه بس طمنيني. مدام نبيلة. عمر 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 أنا آسف والله مش قصدي. اهدى بقى خلاص. معلش معلش حبيبي كابوس الحمد لله انك صحتني. انت كويس؟ كله هيبقى تمام ان شاء الله. تمام. انا قلت
اجي اصبح عليك، ما شفتكش بقالي كتير، وكمان في موضوع عايز اتكلم معاك فيه. خير يا خلود؟ هو خير، خير لدرجة انه ما ينفعش خالص مع المود اللي انت فينا. طب ايه رأيك انا عندي او ناخد دش ونفطر وانزل اوصلك ونتكلم براحتنا؟ تمام، هستناك تحت. خلودة. ايه؟ صباح الفل. صباح الفل عليك. دي أول مرة تحصل لي. شفتني وأنا رايح لها حد تاني. أول مرة الفكرة دي تيجي في خيالي أصلا، إني أشوفني زي الناس، بمشي زيهم، بتكلم زيهم. تصدق اني كنت هبقى واد جامد؟ مين قالك انك مش اجمد واد في الدنيا كلها؟ يا عمر عارف هتقول ايه. الحمد لله انا احسن من غيري كتير قوي كمان، بس انا بتكلم على ساعتها يا عمر. ساعتها اتمنيت اني ما كنش احسن من اي حد، اتمنيت بس اني ابقى زي اي حد. اتضايقت يا خالد؟ قوي كمان، بس هي لملمتني بسرعة، نسيتني كل حاجة وحشة حصلت في ثانية. يا عم ما بتوريني صورتها بقى، هو الحلو ليك والوحش لينا ولا ايه؟ يا عم خلاص ثواني. ايه رأيك؟ مش عارف اقولها لك ازاي دي. ايه؟ مش هينفع يا خالد. ليه؟ عشان كل الرجاله هتتغاظ منك يا عبيط. حلوه حلوه قوي صح؟ طبعا، وانت ما تحبش حاجه مش حلوه يا خالد. بس هي مختلفه، كاريزما تانيه كده، شبه حلو. انت قلت لها يا خالد؟ ايه؟ اللي انت حاسه؟ لا لسه شوية. طب بص بقى خلود، انا هطلب منك طلب. قول يا عم. ممكن ما تتأخرش في انك تقول لها ده، ما تخافش من احساسك. انا مش خايف، انا بس بتأكد. اوكي خد وقتك، بس عشان خاطر ما تتأخرش. اوكي هعمل كده. تشوف صور تانية ليها؟ حلمي جابها لي من الاخر. ادخل. هات. استنى. يا باشا. اتعشيت؟ تمام يا باشا. رد على قد السؤال، اتعشيت؟ لسه يا باشا. طب يلا. امسك. بسم الله. شكرا يا باشا. انا والشكر. شكرا لله. اقفل الباب وراك بقى. يلا يا عم ايمن بقى ما تتنحليش، بطني بتصوصه. يلا يا عم. بسم الله. ها كمل. احنا كنا بنقول ايه؟ احتمالات الاماكن. عندنا 5 احتمالات للاماكن اللي ممكن يكون موجود فيها امريكاني، بس المشكله ان الاماكن دي كلها ما تخصش امريكاني في حاجه، كل ملاكها ناس تقال قوي. يعني احنا مش مشكلتنا في امريكاني، مشكلتنا في اللي وراه اللي بيحموه.
طول ما الناس دي موجوده مش هنعرف نجيب امريكاني في قضيه ياخد عليها حكم زي ما يستاهل. اديك شفت الوليه شالت عنه كل حاجه، هي صاحبه العماره وهي صاحبه الاوضه اللي في السطوح يعني البضاعه بتاعتها، وبشويه تركيز قد كده طبعا الست دي شريكه الراجل ده في كل حاجه لها علاقه بالمخدرات. يمكن عمر تكون متواجد معاه في الموضوع ده، يعني هو بيرجع درشيل كافه طلباتها. مستحيل، صعب الست ترمي نفسها في النار عشان خاطر، خصوصا انها وقفت نشاطها الاساسي من يوم ما اتلمت عليه. الو يا باشا، امر يا باشا، امر يا باشا. حاضر حاضر يا باشا، في الطريق. سلام ساعتك. سلام يا باشا. المعمور عايزني. اشمعنى؟ معرفش. عارف ان انا هنا؟ ما اظنش، بس هي فارقه يعني. لا انا ما اقصدش. المهم بس عشان ما انساش، من بكره حمله تحريات واسعه جدا على الاماكن اللي ممكن امريكاني يكون فيها، ويا ريت لو نلاقي امريكاني، والا هنخش في حسابات من اول وجديد. دي خليها عليا يا معلم، بس تسيب لي الصاوي. اه عندك يا عم. ايمن ما تتطفش، ها سيب لي سندوتشين. يا صابر. يا باشا. حنفيه ولا معدنيه دي؟ حنفيه طبعا يا باشا. ابو يا عم هات. امسك. ما تخلى يا باشا. كلت؟ اه انا مديها في البيت قبل ما اجي. طب خش الايمن بيه في مكتبي عايزك. حاضر يا باشا. يلا سلام. خير يا باشا؟ عادل. يا عمر الباشا كان عايزك في ايه؟ طق حنك. اكلمك في عادل الكومي اكيد. وانا خلفت غير عادل الكومي. طلع لي في المقدر. حد اتصل بيا؟ رن مرتين يا باشا. ده الباشا الكبير. امر يا باشا. انا في الشغل يا بابا. ليه يا بابا في ايه؟ طب هي حصل لها حاجة؟ طب يا باشا أنا في الطريق. بقول لك يا باشا أنت فين؟ طب أنا في السكة بابا. بقول لك خير يا عمر؟
رد عليا. لمسك ولا ما لمسكيش؟ رد عليا. رد عليا. لمسك ولا لا؟ عندك انت سيبوني يا باشا. الواد ده لازم يموت. هيموت يا باشا. موته. انا عايزك تطمن على الاخر يا باشا. الواد ده انا هخليه يلف حوالين نفسه، هيطلع من تحت ايدي وبيمشي في الشارع يحدف شبشبه ويجري ورايا القفو. واحد الله بقى باشا. قشطه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله. معلش بقى باشا، قلبنا لك دماغك. ازاي بقى يا عمر بيه؟ الباشا والدنا كلنا وده انفعال طبيعي للي حصل يعني. معلش بقى باشا بالراحه كده، فهمني ايه اللي حصل. الموضوع يا عمر بيه ان الوالده قلبها كبير. تقريبا هي كانت في مشوار جنب محل الميكانيكي بتاع الراجل ده، وهي معديه شافته ماسك الصبي بتاعه وعدمه العافيه. العادي يعني يا عمر بيه، وهم بيعملوا صيدان كده. لكن يظهر ان الهاني متخضت شويه يا عمر بيه من المنظر، واتخانقت مع الراجل، وفي وسط الخناقه يعني انفعالها زاد شويه وحاولت تشد الواد من قدام الراجل، لكنه نسي نفسه طبعا ويعني وزقها. طب يا باشا انتوا عملتوا محضر؟ لسه يا عمر بيه. ماشي يا باشا، بعد اذنك طبعا، يعني احنا هنأجل كل حاجه لحد ما اكلمك في التليفون. تحت امرك يا عمر. بعد اذنك يا ابني. امر يا باشا. الامور لنا حد يفتح لنا. تحت امر حضرتك، انا هاجم مع حضرتك. اتفضل يا باشا. اتفضل. انا هنتقل عليك كده. اتفضل يا باشا. اتفضل. 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 انا طبعا مش عايز اعرف ايه اللي حصل. انا متاكد ان انت صح، بس انا عايز اعرف انت عايزاني اعمل ايه مع الراجل اللي انت عايزاه هيتعمل، بس من غير ما تتاثري ببابا. انا عايزه الولد ده في المؤسسه بتاعتي. هو الواد يتيم؟ لا، امه موجوده، والمفروض انهم بعتوا يجيبوها دلوقتي عشان الراجل الهمجي ده عايزها تشهد ان هو ما بيشتغلش من وراها. صعبه دي يا ماما. انا عارفه. طب والراجل؟ بصراحه يعني هو ما لحقش يزقني. انا اول ما لقيته بيمد ايده عشان يزقني اتخضيت ورجعت لورا وسبت الولد من ايدي. ايوه يعني لمسك ولا ما لمسكنيش؟ وانا لو ما كنتش اتخضيت كان اكيد هيلمسني طبعا. يا ماما فاهم انا. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان انا اتخضيت. طب انت عايزاني اكتب في المحضر ايه بقى؟ انه زقك ولا انه هوشك؟ هتفرق في ايه يعني؟ ما هو برضه غلط. هو من حق اي حد كده انه يهوش اي حد؟ ده طبيعي يعني؟ لا يا ماما مش طبيعي، بس تفرق كتير. لو زقك يبقى لمسك يبقى تحرش، انما لو خضك بس. انا اعرف اربيه بطريقتي من غير ما اعمل قضيه تحرش بقى ومحضر رسمي. مش عارفه بقى، بس باباك مصمم. مالكيش دعوه بابا، المهم انتي. بابا ده محروق، انا هتصرف معاه. يبقى انا عايز ايه؟ عمر بيه. ايمن باشا. صباح الفل. صباح الفل. ليك ضيف عندي مستني في المكتب، انا قلت استناك هنا في نبطشيه الحاج. ده مين ده؟ ده فتح حكومي. فتح حكومي مين؟ ابو عادل فالنتينو. عايز ايه على الصبح ده؟ انا مش طايق اتكلم معاه بصراحه، انا ضيفته لغايه ما انت تيجي. يا اخي الناس دي بيجيب لي دي تنفس على الصبح كده. لا 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 لا، دي تنفس ما ينفعش، اضرب دي. اشمعنى يعني؟ تسلك الهواء. بتعمل شغل؟ نافوره هواء. ماشي. ابعته لك بقى عشان المكتب عندي اتخنق. طب شويه واحدفه طيب. تعرف تلف. يا سيدي ادينا بنحاول. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اصلا انا مركزه ازاي؟ حضرتك عايز مين؟ منصور بيه عز الدين. دور الرابع. بره رايحه فين؟ من فضلك انتنسب كير فين؟ نعم حضرتك. العنايه المركزه فين؟ قدام على الشمال. في ايه يا فندم؟ في ايه يا فندم؟
دقيقة ما ينفعش يا فندم. مفيش ما ينفعش، ده أبويا. الأوضة معقمة. اهدى بس، اهدى اهدى يا حبيبي، اهدى كده بس. الدكاترة معاه جوه، لازم يجهزوك يا حبيبي وإلا هتأذيه. عمر بيه. يا صار الكومي بيه بره وعايز يقابل سعادتك. هاتوا يا عم. حاضر. اتفضل يا كومي بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا باشا. السلام عليكم يا عمر بيه. سهلا، منور يا كومي بيه. اسف على التاخير. لا ابدا ما حصلش حاجه. اتفضل اتفضل سعادتك اتفضل. كان الله في العون. منورنا يا باشا. نورك يا عمر بيه. تشرب ايه سعادتك؟ متشكر قوي. لا ازاي؟ لازم تشرب حاجه. يعني انا مش عايز اشغلك، لو كان ولا بد يبقى قهوه مظبوط. طبعا يا باشا قهوه مظبوط للباشا. منور يا باشا. نورك عمر بيه. سيجاره سعد؟ لا انا واقف الحكايه دي لان الدكتور لو خد خبر هيضربني بالنار. يلا اوفر برضه. قوم يا باشا. عمر بيه، ايه رايك نخش دغري في الموضوع؟ مثلا يقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك. نمشي عدل. نخش عدل. عمر بيه لو لك اخ وغلط غلطه ممكن تعمل معاه ايه؟ حسب الغلطه. يعني لو غلط غلطه تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ لا انا الغلطه اللي تزعلني لازم تكون كبيره قوي. اصل انا زعلي بيزعل قوي يا باشا. تمام. طب يعني لو فرض وغلط غلطه كبيره تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ مش عارف. يعني امر طبيعي انك تقرص ودنه. اه عشان كده انا مش عارف. ايه اللي مش عارفه بالظبط يا عمر بيه؟ اصل انا القرصة بالنسبه لي في الغلطات الصغيره يا باشا، لكن لو الغلطه كبرت القرصة هتزيد حبتين وممكن اقطعها. وقلبك هيطوعك؟ ما هو لو الغلطه كبرت قوي لدرجه انها تزعلني اكيد قلبي هيطوعني يا باشا، مش هتفرق معايا، خصوصا ان هو مش هيجي. بس ما يبقاش قلبك اسود بالشكل ده عمر بيه. يا باشا اؤمر يا باشا. الامر لله. الموضوع يتعلق بابني عادل. بقول يعني ما ينفعش السكه اللي انت واخده ليها دي. ما ينفعش ليه؟ عشان ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش اني ولد من عيله محترمه ابن ناس لمجرد انه اتورط في نزوه ممكن يتورط فيها اي شاب من سنه في اي حته في العالم، ندمر مستقبله عشان واحدة زي اللي اسمها رباط دي. ايوه هي مالها بقى يا باشا اللي اسمها رباط دي؟ لا مفيش، يعني هي بنت عايزة تعيش، ولكن لما تفهم انها هتقف للقطر ترضى بنصيبها. طب ولما تفهم انها هتقف للقطر بقطر تفتكر هترضى بقليلها يا باشا؟ وربي انا قلت بنصيبها. ماشي قليلها نصيبها مش فارقة، هي هي ما تدقش. كمل يا باشا. كمل ايه بقى؟ ما انت ناوي تركبها القطر اهو. اؤمر يا باشا اؤمر. الامر لله. انا بقول مهم يا ابني الموضوع ده ينتهي ودي. الامر صاحب الامر ونعم بالله. والموضوع ده في ايد اللي اسمها رباب يا باشا، لازم هي ترضى، هو ده اللي يرضي ربنا. ونعم بالله احنا ما قلناش حاجة. نشوف ايه اللي يرضيها وهي على حالها كده من غير ما تحس ان وراها ضهر. لا يا باشا ده شغلي بقى، لو شفت واحد مظلوم لازم اسنده الا لو حسيت انها كدابة. واضح بصراحة كده ان البت ما قالتش حاجة فيها كده، بدليل ان حضرتك سايب شغلك ومصالحك وجاي لحد هنا ومستنيني بقالك ساعة عشان في الاخر تقعد معايا وتساومني. سوري يعني بمعنى مؤدب تفاوضني. المقابله خلصت يا باشا، تقدر تفضل من غير ما ترد عشان انا عندي شغل ومصايب متلتله فوق دماغي مستنياني. مصايب من اللي بجد، مش خلفه جدرها الفسدان جاي يساومني عشان سلامتها.
تتصورش سعادتك انا مبسوط قد ايه بالمقابله دي. تشكر. تشكر قوي يا عمر بيه. ده من دواعي السرور سعادتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا باشا.